دكتور الله يعطيك العافية. اتفضل. أولا شكرا للدكتورة ريم على هالتطمينات والتفاؤل، حقيقة أعطتنا دفعة، كما أنه الدكتور خالد من زمان كمان أعطانا دفع بهذا الأمر. اللي فهمته دكتور من قبل عشرات المحاضرات إنه البيتشر اللي إحنا بدنا نعمله رايح يكون ملخص للخطة ولكل المشروع، لكن بتتكون هذه، يعني أنا اللي فهمته إنها تكون مختزلة مثل ما حكيت، كل ما قل الوقت يعني أقصاها من 5 إلى 7 دقائق. صحيح، بدري وهي ماكسيمم. مظبوط. احنا بدنا نحكي ماكسيمم خمس نعم دقائق، بدنا نحكي ماكسيمم خمس الى سبع دقائق الماكسيمم، يعني كل ما قل كل ما كان احسن. كويس، عشان هيك انا بعثت لكم مع التمبلت اللي هي كمان تمبلت او جايد لاين للبيتشنج. سيد عقله، على اساس انه يكون برضه بطريقه مختصره وبسيطه، واللي بيعرف يعني يمكن حتى بمواضيع البيتشنج، يعني انت قاعد بتحكي عن معلومات استفزازيه، يعني انت بتوصل معلومه وبتستفز الجج بمعلومه اخرى ما بتكونش مكتمله، على اساس بانه تحفزه انه يظل منتبه معك. هاي احد اهداف انه المعلومه تكون قليله. ليش احنا عملنا البزنس بلان قبل ما نعمل البيتش؟ على فكره، يعني اذا انا بدي اجي احكي عن اضخم، يعني بالريجن، اذا بدي احكي عن البايو ستارت اب بتركيا، يعني كان يعتبر يمكن من ضمن المور ادفانسد انتربرينور شيب، لانه بحكي عن على مستوى اكاديميين. يعني بالبايو ستارت اب تركيا الفيرجنز اللي صارت، وهي صارت بس تو 3 فيرجنز، 2017 2016 2017 و18، وانا شاركت الحمد لله يعني ب 2018 2017 و2018. فيعني احنا قاعدين بنحكي عن دكاتره اكاديميين، وفعليا ما عندهم مش باك جراوند بغير علمهم، يعني زي الدكتوره ريما اول ما دخلت هون، وزي كثير دكاتره زي الدكتوره مها والدكتور محمد والدكتور عمر وغيره. يعني فعليا اللي هو احنا بنسميه ال بدنا نعتبره لاب او الانكوبيشن اللي بيصير على مدى 3 أو 4 أيام هناك، هم بس بهيئوا الموجودين على اساس يعملوا بيتش. فاحنا كان ممكن كمان مش مطلوب منا هون بانه احنا نيجي نشتغل البزنس بلان ونيجي نشتغل مباشره على البيتش زي ما عملوا الايطاليين. بس تأكد يعني أنت راح تكون بعد ما تعمل البيتش قدام الحاضرين، أنت بتكون فرغت كل أسلحتك. هلا لما أنت عملت البزنس بلان ومنها أخذت المختصر للبيتش، أنت فعليا لما تقدم البيتش قاعد بتقدم ماكسيمم 20% من المعلومة، فبتقول بتكون كلك ثقة لما يكون واحد من الموجودين بده يناقشك. نعم نعم، شكرا دكتور الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب بتحبوا نبلش؟ مين بيحب يبلش اول شيء؟ شو رايك ناخذ طيب انا اختار يعني؟ طيب مجموع اول ناس وصلنا منهم اللي هم الصبح، اللي هو ايمان ودكتوره مها. مين بده يحكي منكم؟ مين بده يعمل شير؟ دكتورة مها، يعطيك العافية دكتور، كيف حالك؟ أهلاً الله يسعدك. أخبارك؟ الله يسلمك. كيف العقبة؟ والله بتسلم الحمد لله. لا كيف الجو؟ شوب كثير طبعاً، آب يعني آب عقبة، فبإمكانك تتخيل. يلا بقولوا لك نجم السهيل كسر وبين، فيعني السنة راح تكون جميلة إن شاء الله. يا رب يا رب إنها تكون سنة خير، بس هي لها شكله آب راح يودع الصيف بشيء محترم يعني في مواجهة. ان شاء الله انها تكون سنه خير يا دكتور. طيب بتحبي حضرتك تعملي شيء؟ رح يبلش هو دكتور محمد. نعم دكتور محمد رح يبلش معنا. دكتور محمد ياسين. دكتور محمد معنا؟
مساء الخير دكتور. اهلا 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 دكتور. خير يا دكتور، كيف حالك؟ دكتور كيف حالك؟ الله يسلمك الله يسلمك. تفضل دكتور. اعطينا الماتيريال للدكتوره ايمان. هي المفروض ايمان تعمل شير دكتور على اساس انها جمعت الفايل وبعثت لك اياه، ومحمد رح يبلش. ما وصلني انا لو عندي محمد بلش احكي باللي عندنا اللي جهزناه، وبعدين بس يجي دور ايمان بتكلم. طيب خليني انا. تمام خليني انا بعمل الشير، مش مشكله. اوكي مبدئيا لانه هي جمعت الملف وما رجعت بعثت لنا المصمم يعني على بعضه. متاسفه كثير، موجود هو الملف بس بعده. بعثته للدكتور خالد على طول بعد ما عيد عدلت عليه الارقام. انا عارفه والله، يعني هو الكل هيك شوي انشغل وانعجع بالموضوع، بس ما في مشكله. طيب ما في مشكله. هي المهم انه انبعث كامل دكتور. نعم وحضرتك. نعم. بامكانك تعمل شير. تمام. طيب هلا طيب هلا لما تكملوا البزنس بلان، بس يعني كملاحظه الانستراكشنز هاي كلها بدها تنشال. تمام. فيعني ما تخلوا يعني احنا الجايد لاينز والانستراكشنز حاطينها بس علشان تساعدكم عشان ما تكملوا شيلوها كلها. هاي اولا. هي المشكله دكتور انها بتطلع على التلفونات وعلى الجهاز ما بتطلع اللابتوب، فهاي مشكله كانت فيها نفسها. عشان هيك بدك بالضبط، لانها هاي بدك تفتحيها من لابتوب وتشيليها من اللابتوب. طيب اعطونا مين بده يبلش. ايمان بدك تبلشي هيك؟ اعطونا محمد. يعني احنا ما بدنا ندخل بالتفاصيل، بدنا ندخل بايش بشكل بريف دكتور. شكل يعني بريف يعني الاعتبار لما حطيته. بلش محمد. خلي دكتور. تفضل دكتور. احنا الجزء اللي عندنا صح اللي هي السامري، مظبوط؟ نبلش من السامري. سامري وال تمام السامري. عفوا دكتور بس بشكل سريع يعني ما راح ندخل زي ما حكى دكتور. بس قبل ما ايش ال 2008؟ احنا حطينا تاريخ انه يعني الكمباني استابليشد ان 2008 اسست. ليش يعني في شركه لا هي مفروض انه تكون جديده دكتور. لا يعني هلا يعني هاي بدكم انتم تحكوا عن واقع هلا. بدنا نحكي مش كمباني، بدنا نحكي انيشيتيف او بروجكت. بدكم تحكوا بريال مايلستونز بانه يعني 2011 شغل عليه بشهر 3/2021. احنا دكتور يعني على اساس عاملين انه يعني بالبلان هذا عاملين كونتراكت مع شركه تاسست 2008. احنا عاملين منتج وبعناهم البروسيجر، صرنا عقد بيننا وبين شركة هيك على أساس. ممتاز. بس هاي ما بتدخل على الهيستوري. لما أنت تيجي تحكي عن هيستوري أنت بتحكي عنك مش عن البارتنر، مش عن الشركة الثانية. جميل أحوال. إحنا زي ما اتفقنا الإكسسيف سيمري بدها تكون بالآخر، فهي بالآخر بدها تعتبر ملخص. أوكي. تمام. فالهيستوري إذا ما في يعني ما في داعي إلها، إذا أنه أنت بس حاكي عن الشركة اللي أنت باعتبار راح تسوق لك منتجاتك، أو إنه أنت ممكن تذكر إنه أنتوا عبارة عن جروب في مشروع اسمه بيست ميد جريب، وبلشتوا تكونوا التيم ممكن بشهر 5 أو شهر 6 مثلاً 2011. تمام. Description. اوكي. محمد. Description our project يعني aims to or describes the production of sunblock cream from grape waste. Now we are now in the stage of developing the product to be suitable for all skin types and to have an anti-aging property in addition to being the protector against UV rays. يعني نحن حاكيين دكتور انه يعني عملنا extraction وعملنا المنتج، لكن نحن الان احنا الستيج اللي موجوده فيها اللي هي تطوير خلينا نقول حتى المنتج حتى يكون يلائم جميع انواع البشره، وايضا تكون في خاصيه الانتي ايجينج بروبريتي بالإضافة للخاصية الأساسية اللي هي
protection of UV rays. تمام؟ الorganization نحن group with different disciplines working together to form and develop the product. طبعا حاطين أسماءنا أنا والدكتورة مها وكل واحد اختصاصه مستر عمر والدكتورة إيمان يعني different disciplines مع بعض ومستر محمد عاشور الoperations. طيب هلا هون دكتور لما نحكي organization يعني ما في داعي إنه نذكر التيم لأنه بالآخر راح يكون في له بند اللي هو المانجمنت أي شغلة هلا ممكن ينكتب هون أنتوا إيش ال نوع الشركة اللي أنتوا بتفكروا فيه هل أنتوا بتفكروا مثلاً بLLC أو هل بتفكروا بمؤسسة فردية بدكم تذكروا هيك تفصيلات ويعني طالما أنتوا أكثر من شخص فيعني ريحوا حالكم وخذوا موديل الLLC اللي هي Limited Liability Companies لأنها هي القابلة للتطبيق الأسهل في الظروف العادية لأنه يعني زي ما حكينا لما حكينا عن أنواع الشركات يعني لما بدك تشتغل على private shareholder companies أنت قاعد بتحكي عن رأس مال ضخم بينما الـLLC ممكن تتسجل برأس مال إن شاء الله 500 دينار فهنا لأنه بالآخر description ممكن تذكر description in general يعني أنه إحنا بيضم الفريق مجموعة من الباحثين ويعني تحكيها بالتفاصيل بدون أسماء لأنه أنت بالآخر راح تذكرهم تحت بتفصيلات. تمام. الماركت التسويق هون حاطين إنه we expect to have high sales of the product initially it will be retail and then on large scale due to the effectiveness of its content in addition to its ability to reduce wrinkles in the skin we expect other products to compete with us يعني في راح يكون منافسين ثانيين لنا but at طيب. هون كمان يعني كمان علشان نبسط الامور يعني بدنا نتفق على الشغله بانه المصطلحات الكميه منيح وكبير يعني هاي بتكون مرات مستفزه فهون ممكن انا ابلش بانه انا بدي اشتغل بسيجمنت ايش السيجمنت او ايش الكاتيجوري اللي بدي اشتغل فيها انتي كوزمتكس فبالتالي انا مستهدف سيجمنت معينه من المستهلكين للانتي ايجينج او للكوزمتكس هي اولا انا بدي ابلش بالكاتيجوري بالسوق المحلي السوق الاردني كبوتنشال ماركت وراح يكون في expansion مثلا regionally in the coming 2 or 3 years هذا اللي احنا مقصود بالماركت الماركت احنا نقصد فيه segments اللي هي يعني بدنا نعتبر اللي بيتغطي البليس والسيجمنت اللي هم البيبل بشكل اساسي يعني خلي اللي بيقرا كلمه ماركت يعرف انت ايش منتجك ايش الكاتيجوري اللي بدك تشتغل عليها مين السيجمنت ومين مستهدف مين الدوله ايش التريتوريز اللي انت بدك تشتغل فيها سمبلي هذول بثلاث اسطر تقدر تكتبهم بشكل مختصر اوكي احنا لما نحكي اكسيستيف سمري بالاخر هذول الصفحتين اللي انتم كاتبينهم لما تيجي تبعثهم as an attachment مثلا لمليك راح تفهم انتم ايش بتشتغلوا فهم لازم يكونوا مختصرين يس نحن دكتور كمان حاطين expectation يعني بالماركت we expect كله we expect other products أو additional يعني yes ممكن ما في حاطين إنه exactly أو إنه هذا كله expectations ما في مشكلة إحنا بالآخر شوف هاي ال expectations حاليا اللي أنتم يعني مش شرط إنها تكون كثير دقيقة كمان أكمن شهر راح تشوفوا أنتوا اللي أنت عملتوا إيش كيف ريحكوا لقدام شوي فبالعكس يعني هذا يعتبر كثير إنجاز مقارنة مع اللي ممكن نحتاجه لقدام فبالتالي إحنا سابقين Operation Operation قديش بحتاج البروجيكت
project needs approximately 3,000 Jordanian dinar. هيك اتفقنا to develop and market. يعني حتى نبلش ما يعني ما نوصل يعني موضوع الماركتينج والهاي نكونش وصلناها حتى نبلش لموضوع يعني خلينا يعني خلينا نشتغل بالأوبريشن على المصطلح الدايركت. المصطلح الدايركت بأنه أنا إيش بدي أستهدف أو إيش الديستريبيوشن شانلز اللي ممكن أشتغل فيها. ممكن أذكر بالأوبريشنز بأنه أنا راح أتعاقد اللي هي أنت ذاكرها بالهيستوري بأنه أنا راح يكون معي ذراع تجاري عمره بالسوق 12 سنة أو 13 سنة وبالتالي عنده سيلز شانلز وعنده ديستريبيوشن شانلز فراح يسهل علي الريتش بالماركت. فبالتالي أنا يعني راح أصفي يعني الموديل تبعي بالأوبريشن إنه أنا صاحب الماركتينج أوثوريتي وصاحب المنتج بس أنا متعاقد مع ثيرد بارتيز كبارتنرشيب ليشتغلوا العمليات اللي هي بنسميها عمليات البزنس كام. فهنا هلا كلمة يعني موضوع الفندنج اللي هون ما مكتوب هذا إذا أنت بدك تكتبه بتحطه لحاله investment needed وممكن تيجي تحطها بالفاينانسينج. تمام. أوكي. فاينانسينج يعني هون. احنا حاطين هون دكتور بالفاينانسينج انه طبعا حاطين عن يعني في البدايه the project will be without financial returns. اوكي. In order to market it by all means and there will be a return for the purchase of another free package. هتكون المبيعات في البدايه. طبعا احنا دكتور اعتمدنا على الكويشنز اللي موجوده اللي بدنا نجاوب عليها. يس يس 100%. انه كل عضو مثلا تجي بيشتريها المستهلك في عضو مجانية وايضا حكينا انه تم استثمار 1,000 دينار اردني. نعم. لهذا البروجكت من الجامعات كونه احنا اغلبنا بجامعات فالجامعات يعني دعمتنا حتى وصلنا لهذه المرحله. تمام. التيم نعم. اللي هو زي ما حكينا انه حضراتكم ذكرتوا أعضاء الفريق بدنا نعتبر المؤسسين والمانجمنت وكل واحد شو دوره وإيش الباك جراوند تبعه بحدود سطر لسطر ونص which is perfect يعني زي ما هو مكتوب. compensation and ownership يعني هنا simply يعني 100% زي ما أنتم كاتبينها بكل بساطة بأنه كونه الرولز للتيم متشابهة فبالتالي مثلاً أنتوا 5 أشخاص أو 6 أشخاص فبدنا نعتبر الإكويتي تقسم على 6 فكل واحد يعني بيكون إله بحدود 16-17% من الشركة. بالضبط. Infrastructure outside advisors. أوكي. يعني هنا كمان ممكن نذكر بالinfrastructure إيش انتوا حتى لو راح تستخدموا ثيرد بارتيز لابس مثلا ممكن تيجي تنحط بالانفراستراكشر ممكن تذكروا بانه احنا الاوفيسز اللي بنحتاجها جاست يعني فور مانجمنت يعني تفصيلات بسيطه بالاضافه اذا انتوا بدكم تيجي تكتبوا ايش في يعني اللي انتوا كاتبينه ايش في عندكم اوت سورسينج سيرفيس بروفايدنج ممكن تيجي تدعمكم بالشركه فممكن يضاف لها شيء اضافي. تمام. بس يعني علشان نكون بالصوره احنا يعني احنا قاعدين بنستغل ممكن واحد يعني هلا انتم كونوا تبلش فيكم فاحنا يعني قاعدين تفصيلات اكثر نعم فيه. نعم هلا خلال شهر 9 هلا احنا بيهمنا انه الاسبوع الجاي البزنس البيتشنج ينعمل يتعب اعتمادا على التمبلت وهي البزنس بلان راح يعني نشتغلها ونعدل عليها وانا راح احط ملاحظات واعطيكم ريكومنديشنز 1 باي 1 يعني هاي راح انا كمان احللها بالتفصيل فبالتالي في جزء ممكن اساعدكم فيه في جزء ممكن انا اعدله واعطيكم ريكومنديشنز يعني بنغيرها وبنظبطها فهون بيكون معنا وقت بس على الاقل انه احنا قاعدين بنفرغ معلومات ومعلومات يعني تعتبر ممتازه. Contracts and franchise agreement need to contact with a factory.
اوكي، يعني هون بده ينذكر جزئيتين. الاولى انه انتم راح تشتغلوا يعني باعتبار كونتراكت مانيفاكتشرنج، والنقطه الثانيه انه انتم راح تجيروا الماركتنج اوثوريتي او تعطوا بدنا نعتبر لايسنسنج، او ممكن نيجي نعطي نحكي عن ديستريبيوشن كونتراكشن كونتراكت وذ مع دراج ستور او مع شركه. فينذكرهم على اساس يبين يكون واضح البزنس موديل او البزنس استراتيجي اللي بدكم تشتغلوا فيه. يعني نحط شركه دكتور صح؟ هون تنكتب يس. بنحط نقطتين، انه انتم في عندكم بدكم تتعاقدوا مع مصنع يصنع، وبدكم تتعاقدوا مع شركه تسوق لكم تحت مظله التسويق. نعم. يعني تحت قسم التسويق تبعها راح يكون، فبالتالي انتم راح تعطوا المنتج كباكج، مش راح تكون في عليكم ماركتنج كوست لموظفين ومندوبين وغيره. لانه دكتور في بالماركتنج بلان مكتوب انه وين المصنع او كذا، ما حطيت انه موجود مثلا في منطقه غير موقع الشركه اللي راح يتم عن طريقها التسويق. طيب عادي ما في مشكله. يس يس. هيك انت قصدك يعني مثلا بالضبط. ريكروتمنت لا هلا شوفوا، يعني انتم كشركه، يعني بدنا نعتبر بروجكت سيلز ريب، ما انتم متعاقدين مع شركه شو فيها؟ صح. لوير يعني ما في حدا بتعاقد مع يعني بيحط موظف لوير. هلا اذا بدكم تيجي تحكوا، هلا ممكن تحطوا من ضمن الكونتراكتس، ممكن تيجي تحطوا بانه ثيرد بارتي فاينانشال اوفيس او اكريديتد اكاونتنج اوفيس ولوير اوفيس كثيرد بارتي. يعني ما في داعي انه تيجي تحطها. هلا هون انت بتيجي بتحط، ممكن انت بتحتاج ادمنستريتيف بوزيشن، ممكن يعني هاي اللي ممكن تيجي تحكي بانه، بس ما تيجي تحط يعني باعتبار موظفين انت فعليا مش متوافقين مع الاوبريشن اللي انت بدك تشتغلها، ما انت بدك تعطي لمستودع. accountant ممكن، وممكن تيجي تعتبر بانه part time accountant، يعني بالذات بانه انت ما راح يكون في عندك daily operation كبير. فخلي هون ال employees وال recruitment يعني تكون منطقي شوي اعتمادا على المهام او الشغل اللي انتم راح تحتاجوه. تمام. اوكي. Communication and change. So that can be done. Okay. Company structure. اوكي، يعني بالبدايه لما نيجي نحكي عن ستارت ابس عادي انها تكون الستراكشر فلات مش فيرتيكال هوريزونتال، بس يعني بالعاده بالستراكشر اذا انا مفترض بانه انا بدي يكون في عندي موظفين او في عندي ثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر، يعني الافضل انه تيجي تنحط. فيعني إذا أنا في عندي accountant part time بدي أحدد مع مين بدي يكون reporting، بدي يكون مع أحد البورد اللي تحت ولا مع ال يعني هون مين دقيقة، أنا هون بفكر بأنه أنتوا حاطين مثلا GM أو هون مين بدي يكون، يعني هلا الستركتشر لازم يكون فيه هيد مدير. المدير العام ما بزبطه بأنه الستة يكونوا بجنب بعض، يعني هاي بعد ثلاث أيام بتصير في هوشات بين الفزع. فبدكوا يعني تحطوا، يعني خلينا نظريا نحكي، بدكوا تحطوا شخص هون. هلأ أنتوا في عندكوا لوير مثلا ثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر، بدكوا تحددوا مع مين بده يتواصل، الأكاونتات مع مين بده يتواصل. فبتحطوا على فرض بانه هو راح يكون ارتباطه مع الجي ام
بتحطوا كلهم، ممكن يصير تحطوا أسهمهم، بده يكون ممكن توزعوا المهام، فإنه على فرض الأكاونتنت يكون مع الدكتور محمد، اللاير يكون مع الدكتورة مها، مثلاً نيجي نحكي الأوبريشن مع المستودع بدها تكون من مهام، فبالتالي بده ينحط. فيعني بدكم تحطوا شوية تفصيلات هنا بالذات بال third party human resources product service plan. أوكي. هون دكتور the purpose of product حاطين إنه the sunscreen شو الهدف من is used to protect the skin from harmful effect of the sun. وان سترا كمان فيه انتي ايجينج بروبريتي، وحاطين كمان يعني ايضا مين يعني المستهدف منه. كثير ناس ما حطينا مين بالضبط، كثير ناس خاصه انه هون انترنالي، لانه يعني من شهر 3 لشهر نحكي شهر 10 فتره يعني هاي كلها شمس، فالناس بتحتاج الصن بلوك يعني. اوكي يس ستيج اوف ديفلوبمنت features and benefits حاطين هون will be available to all segments of society of all ages and different skin types. طبعا السبب هي حاطين reasonable price quality ايضا، حاطين هون استخدام كمان high quality and ease of use. طبعا حاطين هون انه معظم الوقت في الاردن sunny especially in summer spring and fall and double up and all stages of development. نحن هلا في عمليه اللي هي استخلاص الماتيريالز نيدد تو مانيفاكتشر ذا سن بلوك. اوكي. and وين وصلنا intellectual property there will be a trademark protection for the product including the trade name contents ايضا and logo. حاطين هون دكتور اوكي governmental approval انه راح تكون مع ال GFDA of the producing company. هيو حاطين مع ال GFDA اللوجو تاعها. يس والبرودكت اللي patented يعني راح يكون في patent له and also kept a trade secret. governmental approvals حاطين هون ال FDA نحتاج، حاطين انه راح نعمل allergy cytotoxicity test مفهوم. اوكي. be provided to the concerned department. product service limitations يعني هاي ما لهاش مكان هون. safety of the product إذا أنت بدك تحطها بدك تحطها بال بالproduct and services ممكن تيجي تنذكر هون بس خلص. فأنا بالمنطل approval راح باجي بذكر بأنه يعني راح تكون تدخل ب process of GFDA approval. هلا شوف يعني هذولا بالdescription عادي إنه ينشرح وشرح بس يعني بمرحلة متقدمة بده يكون يعني بدك تحاولوا تستخدموا التيبلز وانفوغرافز على اساس تكون واضحه. يعني لما نحكي عن فيتشر وبنفيتس ايش الفيتشر ايش البنفيت منها بطرق سلسه بدون ما انه انا يعني اضطر اقرا كلها. يعني انا بحكي ان جنرال لما تكون بدنا نبعثها يعني just to the point دكتور بالضبط. product limitations بده ينحط ايش يعني انتم برايكم ايش في بدنا نعتبر limitations ممكن تكون سبب انه او defect يعني تنحط بعين الاعتبار للمنتج. حاطين يس اوكي reflect UV light suit all types of skins and etc. Content, concentration of okay. هلا يعني بس هون يعني احنا قاعدين بنحكي عن cost liability يعني ما في داعي له. يعني خلي دائما ال يعني كل شيء بمكانه. لانه كان في سؤال تيجي... كان في سؤال specific يعني انه قديش يعني سعر يعني البرودكت يعني الايتم قديش سعره، فكان في سؤال فعشان هيك حطينا. ما اختلفنا بس يعني اذا انا بدي احط هيك سعر ممكن انا احط بند واضح تحت
الكاتيجوري هاي سب كاتيجوري ممكن انا اجي احكي كوست ستراكشر اند برايسز، رغم انه المفروض انا بتذكر انه موجوده هي بمكان اخر. موجوده البرايس ليست بالضبط. فبالتالي هي مش شرط انه كل شيء موجود. يعني خلينا نتفق بانه هذا التمبلت يعني عام، يعني بيزبط لمنتج وبيزبط لخدمه، فهو لا يعني بانه كل سؤال موجود لازم اجاوبه هون. احيانا بيكون في له مكان ثاني اعتمادا على نوعيه المنتج اللي انا بشتغل. تمام. يعني بس هي عاد مرات انه انا هاي الجزئيه بنقولها لمكان ثاني او related products, services and spin-offs. Yes. Okay, the product will be developed. هون المفروض انه هاي كاتبين anti-aging. Okay. Yes. The contract will be made. Okay. Facilities, initially the production company will set the retail for a private retail office. Facilities. Large scale with contract with huge shops. هون أشوف بدك تكون يعني إذا بدك تكتبها بالطريقة اللي أنت كاتبها ممكن تيجي تحطها stages. فبتيجي بتحكي ستيج 1 انه انا بدي اشتغل مع مصنع يصنع و ديستريبيوتر يوزع. ستيج 2 ممكن انا اجي اشتغل مباشره، ممكن اعمل هايبريد موديل بانه اكون انا معطي ل ديستريبيوشن شانلز وبنفس الوقت انا مثلا قاعد بشتغل على السوشيال ميديا وكامبين وعلى الريجنال ماركت وممكن ليتر اون على الجلوبال ماركت. فممكن انا احطها اذا انا بدي اذكرها بالطريقه هاي بحطها ستيجز علشان يعني احدد احط مايلستونز واضح. The juice and liquor will be contracted to supply the production container for materials. دقيقة هلا ايش قصدك هون بالفكرة؟ يعني مصانع العصير والمصانع المشروبات مصانع عصير العنب رح تعمل كونتراكت مع البروديوسينج كمباني اللي بتنتج المنتج. اوكي تزودهم بالرو ماتيريالز في ستورز بالمخازن بالهاي بتاخذ يعني بتخزن عندها وبتعمل اكستراكشن مانيفاكتشنج لانه احنا عاملين كونتراكت مع الشركة احنا معطينهم يعني البروسيجر كامل او المنتج كامل بروسيجر فروم اي تو زي. ففي طبعا بارتنر اخر اللي هي يعني مصانع عصير العنب والخمور وغيره، فهذه بدها تعمل كونتراكت مع الشركه المصنعه حتى تاخذ الجريب ويست يعني تعمل اكستراكشن مانيفاكتشر. يعني بدها شوي دكتور سبلاي بدها هيك ري ايفالويشن ري اسسمنت للخطوه هاي، لانه هلا اذا انت الرو ماتيريال ما بده ينشغل عليه اي شغل بمختبر يعني هاي الفكره ممكن تزبط، بس اذا بده ينشغل عليه معناها انك متوقع من مصانع الكوزموتكس بانه تشتغل الشغل هاد، ومصانع الكوزموتكس باي لو ما بتقدر تشتغل الشغل هاد. لا يعني احنا القصد دكتور انه يكون في يعني بالمصانع الكوزموتيك في زي مختبر او في اكستراكشن ومانيفاكتشرنج بروسيس داخلها. يعني شوف القانون شويه في ريستريكشنز على هيك شغل. هلا مصانع الكوزموتكس تحتاج لاكريديتد ثيرد بارتي رو ماتيريالز سبلايرز. حتى الاتحاد الاوروبي لما بدك تعبي البيف فايل للكوزموتكس بيطلب منك الام اس دي اس لكل الاكتيف انجريدينتس، فبالتالي الاكتيف انجريدينتس لازم تكون من ثيرد بارتي. يعني هلا مصنع الكوزموتكس هو مصنع مخول بانه يستخدم المكونات هاي يحولها لفينيشد برودكت، مش مخول بحسب ترخيصه بانه يصنع الرو ماتيريالز.
فهاي بحاجة بإنه تعملوا لها assessment. هلا ممكن أنا يعني إذا احتجتوا بإنه بدكم تتواصلوا مع إشي ناس من المصانع احكوا لي، ممكن أعطيكوا ناس من سفيان ما عندهم مصنع أو إشي يعني بالكوزماتيك بيعملوا manufacturing من raw materials. مين؟ شركة سختيان هاي للتجميل أو شركة سختيان بتصنع، يعني عندها مصنع كوزماتيكس وعندها مصنع ميديكال ديفايس وعندها مصنع ديترجنس، بس بالآخر الرو ماتيريالز تستورد ستيرود أو بتنشرها من سبلايرز محليين، بس إنها بالآخر لا يعني لا تصنع داخل المصانع. نعم. ممكن دكتور الهدف إنه إحنا نستفيد من الجريب ويست هاي اللي إذا بتضيف خطوة، إذا بدك تضيف العصير بالأردن كلها نأخذها ونستفيد منها يعني ممتاز. بدك تضيف خطوة ممكن أنت تكون مشرف عليها، تحطها من ضمن المهام تبعتك. هلا انسى المصنع لأنه هو بده يصنع، وانسى المستودع اللي بده يوزع لك. إذا أنت مهمتك بأنه تشرف على البروسيسنج اللي بده ينعمل على الجريب، على الجريب ويست، يا اما من خلال جامعات او من خلال يعني بدك تشتغل بدك تضيف خطوه تكون مهمتك فيها واضحه. فهون يعني اعملوا هيك شوي موديفيكيشن. اوكي هون ال الماركتينج الكرنت سايز هذا احنا ناقشناه سابقا. شهادة دكتور حطيتهم يعني بالاخر هاي الارقام بعرف، بس مش راح نناقشها اليوم، بس انه واضح انها موجود، يعني هي هذا اللي احنا بيه، يعني راح نحللها لقدام شوي هي الفكره، بس هلا لا انها نشوف موجوده او لا. Average daily sunscreen use among US adults. الصوت اوكي يعني بس نشوف فون داتا top reasons for not working. Marketing by region. Global cosmetic market. يعني شوفوا يعني إذا يعني 2012 لما تكون تأخذ أرقام وتكون شوي قديمة ابني عليها الgrowth ال average growth rate وحط هيك نوت بانه يعني المتوقع انه على فرض احنا بين 2020 و 2025 ممكن تكون هاي الارقام وصلت لهيك، او انه هاي يعني هاي لما تكون 2012 وعمرها تقريبا 9 سنوات، اذا ما حطيت عليها ملاحظه تحت راح يصفي بانه انت في عندك خلل بالمعلومه. بعرف مرات ما بتلاقيش انت معلومات جديده، بس بدك تعمل يعني شرح تحتيها شوية هيك ولو سطر سطرين. ضايف دكتور أنا بعديها فقرة بالإندستري ترينز، ضايف هيك إشي بالنسبة لل يعني للدراسة. Skin care segment تمام. Industry trend دسن. أوكي. يعني هاي جديدة الدراسة. هاي زي ما حضرتك حكيت. أوكي تمام. Perfect. Yes. مشان هيك أنا هاي أضفتها بعد هذولاك المقدمة. Slow down by spread. Okay. هلا ايش primary research. Okay. And ask them about the most popular. يعني شوفي هلا يعني جهد تشكري عليه انه انت عامله برايمري ريسيرش كويس، بس يعني اذا انت بدك تيجي تحطي برايمري ريسيرش بزنس بلان بدك تحطي المعايير اللي اخترتي عليها الصيدليات وايش تصنيفها، علشان انه يفهم اللي عم بيقرا البلان. ما هو انا ممكن اكون ساكن بالجبيهه ورحت زرت 10 صيدليات بالجبيهه،
فعلى الأقل يعني اعملي كسمبل ديسكريبشن، طالما أنت يعني بذلتي جهد واشتغلتي برايمري ريسيرش، وبالعادة يعني البرايمري ريسيرش بتكون أتراكتف. هلا يعني بغض النظر إن الشريحة قليلة أو لا، الأرقام هاي ممكن يبنى عليها. فبالتالي إذا أنت بدك تيجي تحطي 10 صيدليات، بدك تحطي شوية داتا بأنه كم في صيدلية بالأردن، يعني هاي الداتا موجودة، كم صيدلية بالأردن، إيش تقسيم الصيدليات الـ حسب الشرائح. يعني هلا الصيدليات تصنف ل بدنا نعتبر لـ 4 levels، فممكن نيجي نحكي بأنه البلك بالصيدليات هو عبارة عن B and C pharmacies، وهذولا بيشكلوا مثلاً 60% من الصيدليات. في عنا بحدود الـ 20% A pharmacies، وفي عنا بحدود الـ 10-15% D pharmacies. فعلى الأساس هذا إذا أنت مختاري 10، المفروض بأن تكون خاضعة على التقسيم المنطقي للشرائح اللي موجودة. يعني ما بزبط أنا أخذ أرقام الصيدليات اللي أنا اخترتها تكون كلها من شريحة واحدة اللي هي الإيه، لأنها بالآخر تطلع ما بتعكسش الواقع. أو أنا أختارها بمنطقة مثلاً، لما أنت تيجي تروحي بالكوزموتكس، وهي كثير مهمة بالكوزموتكس للناس اللي بدها تيجي تأخذ أرقام، يعني أنا ما باجي بروح على مناطق مثلا على شارع الجامعة بإربد وباخذ الأرقام من صيدليات إربد وباجي ببني عليها أناليسز وباجي بحكم على سوق، لأنه بالآخر إحنا في عنا تجمع طلاب كبير في جامعتين، يعني في جامعة اليرموك وفي بالآخر التكنو، وكلهم بالآخر لما نيجي نرجع للوضع الطبيعي ننسى كورونا. يعني هاي المناطق، يعني هاي الصيدليات بالعادة بتكون تبيع كوزموتكس أكثر من الأدوية. لما نيجي نأخذ إحنا حوالين الجامعة الأردنية نفس الشيء، يعني أنا بعرف صيدليات يعني كان فيها تقريباً 85% كوزموتكس وفيها 15% أدوية، ما بتبيعش أدوية قد ما بتبيع كوزموتكس. فهاي لا تعتبر مقياس، يعني بنأخذ مقياس مناطق شعبية، بنأخذ مقياس مناطق سكنية، بنأخذ برضو مناطق تعتبر حيوية، شوارع رئيسية، على أساس إنه أنا أقدر أعمل primary research. أنا بحكي على primary research عشان الكل اللي اشتغل primary research بده على الأقل يجي يفهم اللي قاعد بيقرأ التقرير أنا كيف عملت primary research تبعي، لأنه الأرقام هاي لازم يكون إلها معاني. تمام. هلا الـ IMS زمان يعني كان ماخذ 76 صيدليه، هلا هون بالاردن تقريبا صار بحدود بحدود ال 400-420 صيدليه. هلا لما يجي يطلع ارقامه بيجي بيحكي لك بانه ال 420 صيدليه في من ضمنهم مثلا 25% صيدليات مصنفه A، وبيجي بيحكي لك صيدليه الـ A اعتمادا على الـ IMS analysis بأنها صيدلية على فرض بتبيع كمعدل يومي فوق ال 2000 دينار. الصيدليات البي مثلا في 50% أو في نحكي 30% أو 35% صيدليات البي اللي هي بتبيع بين 1000 و 2000، صيدليات السي اللي هي بتبيع بين 500 و 1000، والدي اللي هي بتبيع مثلا فوق أقل من 500 دينار. فهو بيجي بيشرح لك إياها على أساس تعرفي وتقيمي. هلا اذا اخذ بشارع الجامعه مثلا صيدليه، بالذات اذا بنحكي عن ادويه، اذا اخذ شارع الجامعه صيدليه بيزبط شخص صيدليه ثاني، لانه بالاخر انت قاعد بتعمل بتزيد الانحراف المعياري عن الارقام الواقعيه، لانه البرايمري ريسيرش لازم يعكس الواقع. يعني ممكن احكي انا كل صيدليتين اخذتهم من منطقه فلانيه معينه، هيك بظهر الاختلاف. ممكن تيجي تحكي عن طبيعة المنطقة وطبيعة استهلاك المنطقة، هل إذا قرب، إذا حوالين جامعة بدك تحط حوالين جامعة، إذا بمنطقة سكنية بدك تحط بمنطقة سكنية، إذا أنت صيدلية أخذتيها بمنطقة شعبية كثير بدك تحطي إيش القوة الشرائية اللي موجودة بالمنطقة الشعبية هي. طيب الـ distribution أو الـ funnels، أوكي distribution funnels، أوكي
انت قاعد بتحكي عن الديستريبيوشن شانلز ان جنرال للكوزموتكس. لا احنا بدنا نحكي عن الديستريبيوشن شانلز اللي انتم بتفكروا فيها. فيعني هاي الستاندرد ممكن ناخذهم الثلاث. ممكن ناخذهم الثلاثه احنا نستخدمهم، مش بصير استخدمهم مثلا ثلاث طرق. لان انت بدك تيجي تشيل الثلاث كويس. يعني هلا انت مش بالبزنس بلان، مش بالمكان اللي قاعده بتشرحي للناس ايش الديستريبيوشن شانلز اللي موجوده للكوزموتكس. افرض انهم عارفين ايش الديستريبيوشن شانلز اللي انت بدك تستخدميها من الموجود. اذا هو بحاجه يعرف ايش في ديستريبيوشن شانلز يروح يدرس. فانت بدك تو كاستمايز ات لمنتجك. يعني اختار واحدة أو ثنتين. فاعمل الموديل هذا اعتماداً على اللي أنت بدك تشتغلي. هلا هذا كمان كان مبني على البرايمري ريسيرش. على بالنسبة لهم نفس الـ يعني المقارنات. ممتاز. عشان هاي نفس الشيء دكتورة إيمان. يعني لما احنا نيجي نحكي هلا انت يعني حطيت الريتنج هذا، لما تيجي تحكي مثلا اكبر رقم عندك اللي هو 9، فبالتالي يعني صفى بانه المنتجات الكوزمتكس برايس اورينتد، وهذا بيعكس سيجمنت من مالتي سيجمنتس ممكن نيجي نحكي فيها. فهي تعتمد على الشريحة اللي انت اخترتيها، وبتعتمد على نوعية الشريحة اللي انت اخترتيها. فبالآخر كمان هو أنا بحاجب انه احنا نحلل التفصيلات التابل على أساس نفهم الناس انه هاي مرتبطة بنوعية الشريحة وتفصيلاتها اللي نأخذ. Competitive Analysis Matrix. هلا شوفي هون برضو انت يعني هون احنا مش بمكان نيجي نشرح ايش السوات اناليسيس. هون بدنا نعمل السوات اناليسيس لمنتجنا، وهو للبروجكت اللي عندي. هي للبروجكت بالنسبه لي ايش السترينث اللي عندي، ايش الويكنس سكيل نوليدج ستاف، لانه كاتب انا من التهديدات اللي ممكن الاقيها. اوكي هيك حسب. اوكي الويكنسز ريسورسز ليميتيشن لاك اوف ماركت اكسبيرتيز. اوكي فيو كومبيتيتورز ان برودكت. التهديدات ممكن يطلع لي منافس زيي يجي يعمل نفس الفكره اللي انا بعمل فيها. اوكي ماشي. تارجت ماركت بروفايل ماشي. Customer profile. Customer profile كتبت معلومات. Profession. يعني أنت هنا بس بدك تستهدفي عمان؟ بس عمان يعني مبدئيا. أوكي. Pricing structure. بس دقيقة هنا ما فهمتش إيش ال 25، إيش ال pre ال pricing. هاي مش مشكلة، هاي ال price list حكيت إنه مثلاً إذا بدي أبيع المنتج لحاله بسعره كفردي ممكن يكون 15 دينار، إذا بدي أبيع كباك يعني كمجموعة ممكن يطلع 25 دينار الاثنين إذا بنعمل عليهم عروض. لا هاي ما بتنعمل هون. هاي ما بتنعمل هون. هاي بتنعمل إذا أنت بدك تيجي تحطي كامبين أو يعني بتحطيها بمكان ثاني. هلا هون لما بدك تيجي تحكي على البرايس ليست ممكن تيجي تحكي على برايس ستراكشر، بأنه المنتج متوقع أنه يكلفني على فرض واصل مع كل الاكسترا كوست دايركت واندايركت حسب ما حكينا، مثلا
خمس دنانير وال الافرج برايس بالماركت بدنا نحكي على بدنا نحكي تقريبا 15 دينار او 20 دينار وانا قررت بانه انا اخذ هاي البرايس لمنتجي اعتمادا ممكن انا احط هيك بعض النقاط ليش انا قررت بانه انا احط بس هاي 25 هاي بنحطها بكامبين بنحطها ب يعني انت هاي النقطه مش ما 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 بتصيرش تضل هون بوليسز اوكي انجوي بروتكشن كومبيتيتيف سيتويشن يعني هذا الشرح هذا الشرح ممكن انت تيجي تحطيه بالتابل تيجي تحطي competitors الcompetitors هذولا هيك اسعارهم وتيجي وبتحطي منتجك يعني هذولا ايش في عندهم competitive advantage وبالاخر انت بدك تحطي منتجك هون وتعتبري بالcompetitive advantage وشوفه يعني حطي بطريقة سيمبل اكثر من هيك بدون ما تيجي تحطي شيل الcampaign يعني ذاكريتها انت زي ما حكينا هون ماركت بينتريشن ديستريبيوشن شانلز انت مكرر الديستريبيوشن شانل لا هي موجوده دكتور مكرره مرتين أوكي. نفس الورقه لوكيشن طيب هلا هاي البوليفارد العبدلي ايش مقصود فيها المكتب ممكن يكون مكتب الشركة نفسه غير المصنع. طيب هلا مكتب هلا أنت كشركة يعني شغلك ما راح يكون دايركتلي مع الكاستمر. إيش ال value باللوكيشن بإنه أنت تيجي تحطي عليه شرحهم. هلا برجع بحكي يعني هم هنا أحيانا لما أنت تيجي تحكي عن صيدلية ممكن اللوكيشن يكون له قيمة. بس هنا ما في داعي يعني يجي نحط هنا يمكن انا بدي اعرف بقدر اشيله كله لوكيشن بقدر اشيله كله مش ضروري يعني. كتعريف يعني مثلا اني بدي اعرف انه عندنا مكان زي هيك في البلد بحط العنوان بس يعني ما له كثير فاليو كونه انا ما بدي اتعامل مع كاستمر يعني بالاخر انا مش صيدليه لازم يدخل علي الزبون علشان يشتري ولا عيادة طبيب إنه أنا لازم يدخل علي الطبيب يعني لما أكون عيادة طبيب وموجود بالخالدي بيجي بنيجي بنحط اللوكيشن بإنه هذا اللوكيشن يعتبر added value لأنه شارع الخالدي معروف بالوطن العربي كامل مثلا إذا أنا بدي أعمل شوروم إلي البوليفارد يس added value يعني بعض شركات الكوزموتكس يعني عملت لها زي شو شوبس تحط تعرض منتجاتها وتبيع منتجاتها دايركت للكستمر ممكن قصدك دكتور كمكان يعني ينباع في نفس المنتج في شركات يعني في شركات طيب. في يعني زيكو شركات زي هيك في حتى واحدة منهم صيدلانية راح عن بالي اسمها هي مرت الدكتور تيسير ملكاوي صديق وهي اصلا من منتجاتها يعني انا ناسيهم بس وانا اشتغلت لها اياهم كلهم بال 2017 يعني انا قصدي دكتور يعني عندها صن بلوك وعندها يعني ايش يعني بايامها انا اشتغلت لها 12 منتج مع بعض يعني انا قصدي دكتور المكان لانه معروف اكثر من حدا بيجي انه ممكن انت كمان تروج منتجك هناك في هذيك المكان لما تكون موقع الشركه الاساسي ماشي هو هلا انت بدك تحددي انت ايش مهامك يعني علشان تكون عشان ما تضيع اللي قاعد بيقرا اذا انت بدك تبيعي او تكوني مسؤولة عن التسويق شيء وانت بدك تعطي مستودع شيء ثاني فهاي النقاط بدك تكون توضحوها بصير يعني اكون انا المالك والمسوق لها نفس الوقت لا دكتوره مش سيناء مطالقه هي كانت دقيقه هلا بطلع لك اسم
دكتورة البزنس بلان خطة مترابطة كويس. فأنت بدك يعني اللي بده يقراها بده يتسلسل معك اعتمادا على اللي أنت قاعد بتكتبيه. فإذا أنت كاتبة بأنه أنا بدي أحط من ضمن الفيجن تبعتي بأنه أنا بدي أعمل شوروم أو شو شوبس على أساس أنه أعرض منتجاتي بيصير. فهنا بتصفي اللوكيشن له قيمة. هلا إذا أنت ممكن بدك تستهدفي تعملي بالمكاتب تبعتك أي نشاطات ممكن تكون جاذبة للبزنس، إذا صفى اللوكيشن له قيمة. إذا أنت بدك تشتغل تكوني زي ما أنتم كتبتوا بالتسلسل هذا، بعدين تيجي تحط اللوكيشن وأنا ممكن أعمل هيك، صفى إنه أنا ضعت. لأنه أنا كاتب ملاحظة بالأخير، لذلك سأحتاج إلى حوالي عامين لأكون في هذا الموقع. ممتاز. بده هاي ميزة البزنس بلان، بدها تكون واضحة ومترابطة. ما أنا كتبها هاي بالفقرة إنه خلال سنتين بدها تكون من المكان. البداية ما هو أنتوا حددتوا بالبداية بدكم تعطوا ديستريبيوتر. صح إنه لازم إحنا نتفق على نفس التواريخ مع بعض. أو زي ما حكيت للدكتور محمد، باجي بحط أنا ستيجز، إنه أنا في عندي 3 ستيجز كاستراتيجي. الستيج الأولى أنا بدي أشتغل هيك، الستيج الثاني بدي أشتغل هيك، الستيج الثالث بدي أشتغل هيك. بتكون خلال من سنة كذا لكذا كل ستيج بحددها بسنة معينة. وهنا لما أنا أجي أحكي دايركت سيلز فورس، طالما أنا مش راح أكون مسؤول عن الماركتينج، إذا ليش حاطها سيلز ريب؟ ليش حاطها؟ هلأ بدكم تحددوا مسؤولياتكم ومسؤوليات البارتنر تبعونكم. إيش مسؤولياتكم بتحطوها؟ إيش مسؤوليات غيركم؟ إحنا أنتوا كشركة مثلا بدنا تكتبوا عن حالكم إنه إحنا راح نكون مسؤولين عن تنفيذ أو عن إقرار الخطط التسويقية، بتحط الخطط التسويقية. بس أنتوا بده يكون عندكم سيلز ريب، طب شو مسؤولية المستودع؟ فبدها تكون واضحة. هنا licensing or distributors بدها تكون واضحة، يعني بدكم تحددوا. هلا مثلا لما نيجي نحكي عن أسواق خارجية بنقول بأنه إحنا بدنا ندور على distributors أو إنه إحنا بدنا نبيع مباشر. بنرجع للتريننج اللي أخذناه بمواضيع الجلوبال ماركت بينتريشن وبنقرر بدنا ندخل جوينت فينتشر، بدنا نختار ديستريبيوتر، بدنا نعطي لايسنسنج. يعني بدكم تختاروا الموديل اللي بده يكون واضح هون. اذا انتم بدكم تيجي تكتبوا هون لايسنسنج او ديستريبيوشن، فبالتالي هون اي بند ما له مش متوافق مع اللي انتم بدكم تشتغلوه شيلوه. مش لا يعني البزنس بلان بانه لازم نكتب كل شيء. البراند ايدنتيتي، اذا انا مسؤول، اذا انا بدي اكون مسؤول عن الخطه التسويقيه واقرارها بدي احط تفصيلات. واذا انا بدي يكون مسؤوليتي، يعني بدي اعرف مسؤوليتي وبدي اقرر مسؤوليه الطرف الثاني، نفس الشيء. تيلي ماركتينج نفس الشيء، يعني بدكم توضحوا، بدكم تعيدوا المخطط تبعكم وتحطوا لكل مرحله مسؤوليات وعلى اساسها تيجوا. اللي مش انتم ما راح تكونوا مسؤولين عنه شيلوه منهم. تريد برو ماركتينج بينتريشن افكتيفنس. اوكي هي يعني نرجع، يعني هي ببساطة يعني هذا اللي ممكن انتو تيجي تحطوه كجايد لاين للفاينانس. مش مطلوب أكثر من هيك. حطوا expenses وحطوا مبيعات علشان تيجوا بالآخر تعرفوا حالكم وين بدكم تروحوا. طيب
يعني بدي اعتبر انه يعني منيحه انه بلشنا فيها على اساس انه الكل يستفيد. طبعا هاي راح يصير عليها شغل شوي زياده، يعني بنشتغله بخلال شهر 9 احنا وياكم مع بعض، احنا وياكم كفريق راح نحط عليها ملاحظات ونشتغل. هلا المهم بانه يعني احنا بناخذ جزء من المعلومات الواضحه اللي محددين فيها المايلستونز اللي بدنا نشتغلها علشان نعمل البيتشنج. مين بده يعمل؟ مين المجموعة الثانية؟ مين حاب يعمل؟ ما حدا حاب يعمل. دكتور أعمل فرح. يلا طل يلا يا فرح. دكتور ممكن أعمل شير للفايل؟ أعملي. تفضلي. أوكي خلينا نأخذ صحيح، خلينا نأخذ بريك صلاة 5 دقائق وبنبلش على 8:30 إن شاء الله. شكرا كثير.
يا فرح. سرى طعاني دكتورة ريما اسمها. سرى تيسير ملكاوي. دكتور أبلش؟ بلش يلا. أنا كتبت مبدئيا نوعا ما شغلات شوي بريفلي يعني إحنا بس بدنا نستعرضها سريعا، ما بدنا ندخل كثير بتفاصيل، بس نشوف إذا في إشي بشب مكانه زي ما شفنا. وهلأ يعني راح نأخذ نقاط أسرع، مش يعني إحنا أخذنا الأول كموديل على أساس إنه نفكر فيه. تمام. هلأ الهيستوري حكيت أنه بروجكت أنه هيعمل مثل بفرج، وفيجن وميشن وفاليوز أنه الفيجن أنه بدي أعمل كوميونيتي هيلثي، أنه هذا الفيجن تاعته. والميشن أني أحاول قدر الإمكان أبدل منتجات المش صحية بمنتجات صحية. والفاليو أنه يكون إشي صحي وآمن وكمان أفكتف. الديسكريبشن ناتشرال هيلثي سيف ونرجتك أورجنايزيشن زي ما حكيت الـLLC وكوبريشن معك. والماركت ماركت سيجمنت حكيت اليوث، وكمان يعني انه بدي اخصص شوي هم الستودنتس. والفيوتشر ماركت حيكون الاثليتس. والاوبريشن كونتراكت وثيرد بارتي بارتنرشيب، وانه هحتاج انا فهمت كمان الاوبريشن انه ممكن ايش الشغلات اللي ممكن احتاجها، فانا كتبت نانو تكنولوجي سباركلينج والفاكتور اكويبمنت. اوكي. الفاينانسينج اللي هو مبدئيا الفند اللي حيكون من البروجكت، او انه ممكن نحصل على فند بالمستقبل يعني عن طريق مسابقات او اذا عرضت الفكره على رؤوس اموال او كذا. تمام. المانجمنت تيم برضو البيسمنت كوردينيتور وجاب اكاديمي، وحكيت عن حاله شوي انه الايديا فاوندر وريسيرشر. والكومبنسيشن اونرشيب ما عرفت صراحة شو أحط. طيب هلا هون بالمانجمنت تيم، يعني حتى لو أنت حاليا بتشتغلي لحالك بدك تحطي يعني على الأقل شخص أو شخصين أنت شايفة الكور حسب الكورث بزنس والتكنولوجي اللي أنت بدك تشتغلي فيها إنه أنت راح تكوني بحاجتهم، ممكن تدخليهم ككوفاوندرز أو تقنعهم يدخلوا بشير إكويتي أو غيره. فهنا بحاجب يعني مش شرط تذكر الأسماء، ممكن تيجي تذكر البوزيشن بالموضوع. ممكن تحتاجي تيجي تكتبي بأنه أنا بحاجة لماركتينج إكسبرت أو بزنس إكسبرت. فهنا ما بده يضل لحالك بالمانجمنت. دكتور أنا كنت يعني من قبل حابة صالح لأنه كتير يعني فهمني شغلات وبسط لي إياها، فإذا ما بيكون عنده مشاكل إنه يعني خلص أحط اسمه رسمياً. أنا بس ما حطيت غير لحتى نوصل هاي المرحلة ونتناقش بالموضوع. تقدر تحطيه ما في مشكلة، حتى لو إنه هو بفريق لحاله بتقدر تذكري. يعني حكي كان يصير بالمسابقات بأنه أنت هلأ بالآخر بدنا نعتبر الوجه الممثل للبروجكت، بس انت في بارتنر شيب او في شخص انت راح يكون موجود معك بالمانجمنت تيم من فريق اخر، ما في مشكله. البورد اوف دايركتور والادفايسري بورد برضه جاب اكاديمي. الانفراستراكشر انه حيكون كونتراكتس مع المصانع مختبر لانه نعمل فحوصات للبرودكت تاعنا بحيث انه الكواليتي والسيفتي تكون اموره 100%. وممكن مكتب للاجتماعات ودوكيومنتيشن اذا نحتاج ملف او مثلا رخصه للمنتج او اي دوكيمنت نحتاجها تكون محطوطه هناك. تمام. ممكن يعني انه مش ضروري شايف الموضوع بس يعني اوكي. فرانشايزنج يعني زي ما حكيت انه مثلا نتعاقد مع مصانع مرخصه. وبرضو علشان الماركتينج برضو نفس الاشي، وممكن كمان نتعاقد مع الكافيهات بحيث نمولهم المنتج تاعنا ومع طلبات، لانه بقدر اوزع هذا الاشي عن طريق طلبات اذا بتعاقدوا نتعاقد مع بعض، ومع كارفور لانه كمان كارفور فيه سكشن للاورجانيك والهيلثي برودكت. اوكي. الريكروتمنت والسلكشن اوف امبلوي
part-time accountant يعني هحتاجه بس بالبداية وبعدين مش مضطرة إني أكمل معه. حتى بالfinancial plan حطيت راتب إله بالبداية وبعدين بالآخر خلص قلل ميزانية الرواتب لأنه الأكاونتنت ما مش بحاجة له يكون دائما معي، والديزاينر برضو part-time هحتاج بقى أشياء معينة، وأدمنستريتيف وليبرز إنه الأيدي العاملة اللي ممكن تكون حتى برضو عن طريق المصنع بالكونتراكت، بس أنا لهلأ شوي ضايعة بهاي الشغلة مش عارفة. طيب نطور ما في مشكلة نشتغل عليها على قد شوي. مبدئيا إنه الريورد والإنسنتيفز إنه ممكن إنه باعتبار إنه هو إنرجي درينك فيكونوا اللي بيشتغلوا كل يوم ياخدوا علبة يشربوها بحيث إنه يعني إحنا كناس عم نشتغل نجرب هذا الإشي على حالنا ونصير نعتبره روتين لإلنا. يعني هون فكري بموديل إنه يعني أنت يكون في عندك زي الامباسادورز بجامعات وممكن مقابل زي ما حكيتي إنه مشروبات أو يعني بحيث إنه يكون فان للبراند، فممكن تيجي تحطي هيك انه تختاري او بروموترز، ممكن تيجي تحطي ريكروتمنت بروموترز بارت تايم بروموترز بالجامعات مثلا او بالمولات. يعني هنا بالاورجنايزيشن وبالامبلوي او بالريكروتمنت يعني بدك هيك تفكري شويه بتوسعيها لانه بالاخر لازم يكون في عندك كمباني ستراكشر. تمام اوكي. بالنسبه للبرودكت والسيرفيس البيربز اوف برودكت انه عشان يعطيني انرجي من غير ما يعمل سايد افكت، الفيتشر ناتشرال سيف لو شوجر هيلثي وذاوت سايد افكت انا انرجيتك. بس هون بحاجه لتشرح شوي على بالبيربز اوف برودكت كيف يعني ورجيهم يعني بدون يعني انت هون مش لساتك ما دخلتي بموضوع الكومبيتيشن، بس ورجيهم بشرح بسطرين او ثلاثه منتجك بايش راح يكون متميز وايش التكنولوجي اللي انت بدك تستخدميها هون، ايش اللي بيفرق عن المنتجات اللي موجوده بالسوق بشكل عام. يعني لانه بالاخر انت لما تدخلي بالكومبيتيشن بدك تدخلي بالتفصيل، بس هون كمان لازم يكون في ديسكريبشن اكثر. فيتشر اند بنفيت السطرين ثلاثه على البيربز اوف برودكت. تمام. اضافه فيتشر ضفت عليهم لاكتوز وجلوتين فري انه يعني صاير ترندي هذول الشغلتين، فبنحط ممكن نكتب على البرودكت بطريقه معينه لاكتوز وجلوتين فري بحيث انه ممكن نزيد السوق ثاني شوي، وعلى سبورت دايجيشن سيستم. هلا سؤال، مشروبات الطاقه هي فيها لاكتوز؟ لا هو ما في لاكتوز، بس انه عشان الفكره انا نحاول نبين المنتج اكثر انه هم ما في لاكتوز لانه ما في اي مشتقات حليب، بس في نوع سكر اللي هو جلوكوز. وفيها جلوتين مشروبات الطاقه؟ هلا لا انا ما شفت انه في جلوتين، بس بدي اتاكد ويعني اقرا اكثر عن الموضوع، بس مش مر علي انه في شيء مثلا في جلوتين او انه مشتقات الجلوتين او قمح. يعني لما يكون انت بمجال بعيد عن القمح ومصادره، يعني هاي ما الفيتشر ما لهاش قيمه هون. وحطيت سبورت دايجيشن سيستم، فكرت بالفوز زي ما حكيت لي، فكرت الفوز ممكن احصلها من طريقتين حكي عليهم كمان شوي. فعشان هيك حطيت انه ممكن احكي السبورت ديجيشن سيستم. الستيج اوف ديفلوبمنت انه هلا انا ستارت اب بريبريشن للبزنس والانتلكتوال بروبرتي، مش عارف انه هو يعتبر باتنت ولا الامور لهلا مش مبينه، مش عارفه فركت على مستقبل. يعني انت بتقدري سمبلي تقيمي انه اذا يعني اللي انت رايحه باتجاهه باتنتبل او لا بطرق بسيطه، يعني ف
anyway, يعني هاي مش كثير مشكلة. كملي. الgovernmental approval حسب ما شفت بالغذاء والدواء بس مش كثير في سيستمهم، إنه في steps بحيث إنه بنحضر البرودكت بالأول، بعدها بنسجله، بعدين بنسجله as a specialized food أو formula، بعدين بنشوف labeling، nutrition facts وهاي الأسس. فكسيكونس بسيط بالغذاء والدواء اللي عندنا بالأردن كيف وضعها. وبعدين طيب هنا يعني هو بالآخر هو يعني هذول يعتبروا يصنفوا أغذية خاصة في بقسم الفود مش بقسم الدواء. بس هنا يعني أنت بحاجب إنه تعمل زيارة. هو أنا بكرة إن شاء الله راح أبعث لك رقم تليفون اللي طلبتي هاي الإسمادي، وبس بتسوى إنه أنت كمان يوم تصرت بزيارة إلهم. أكيد إن شاء الله. أكيد. الـ product and service limitation إنه يعني هذا بيعتمد على prototype أو لما نيجي نعمل trial، إنه ممكن ما يعطي energy كافية بحيث إنه ممكن يكون كله natural كافيين، فهذا ممكن بيعتمد على قدام بس نيجي نجرب نعمل الفورمولا كيف حيكون وضعه. الليابلتي أنا هاي فهمت أنه شو المسؤوليات ممكن تكون علي أو كيف ممكن أكون أحمل المسؤولية من جميع الجهات كبرودكت، أنه حمل له مايكروبيولوجي تيست، كواليتي كنترول تيست، وتيست إيفاليويشن، وإنيرجي إيفاليويشن. هو عن جد يعني بيعطي طاقة ولا بس شكليا زي اللي بيكون بالسوق؟ يعني أنت هنا لا، هذا يعني اللي أنت بتحكي فيه ما لهوش علاقة باللايابيليتي عليك. أي إشي بيكون ضمن الريكوائرمنتس بالريجوليشنز، يعني هنا يعني شيلي لايابيليتي بالآخر أنت شو مسؤوليتك على المنتج بشكله النهائي، بدك تفكري فيها بطريقة بأنه يعني هذا منتج مستخرج مثلاً، يعني المكونات تبعته إيش أساسها مثلاً الويست. أنت ما ذكرتي هون ولا راح تذكري لقدام أنت على أي إيش التكنولوجيا اللي طيب قلي إذن لو وقتها بنيجي بنحكي بنفكر بالليابيليتي. بس هذولا الفحوصات لا يعتبروا يعني موضوع ليابيليتي عليك. Related product services and okay. فدول كله مهيتو والproduction هلا برضو الproduction احترت شو أكتب فيها بالضبط. Related products related products إحنا ما بنحكي عن competition صح؟ مش عارفة صراحة احترت عشان هيك حطيت ال competitors. لا حسب ذاكرتي انه احنا هون قاعدين بنحكي عن لساتنا بنحكي عن الفيجن تبعك، لسه ما وصلناش. المفروض بانه في سيكتور للكومبيتيشن ولا لا؟ مزبوط. انه احنا لسه يعني انت قاعده بتحكي عن الفيجن تبعك، يعني ممكن تيجي تعملي منتج خاص لشرائح معينه او للاعمار، يعني منتج مثلا لطلاب التوجيه عمر 16 17 سنه، منتج لطلاب الجامعات، منتج للكبار بالسن. يعني فكري فيها بالطريقة هاي، يعني إيش الاستراتيجي تبعتك للمنتجات اعتمادا على المنتج هذا. نشب يعني بالآخر هلا خلينا نشوف هلا أنت إيش كاتب هناك وبنشوف إيش النواقص اللي production. هلا بالنسبة اوكي فاكتوري بروفايدر سبلاير فروس اور جوس كاربون. المصنع اللي انت راح تحتاجي ايش متطلباته؟ عملتي سيرش؟ لا صراحه ما وصلت لهي المرحله. بس هلا بالاخر انت طالما بتحكي بقسم الفود معناها انت قاعده بتحكي عن سيكتور موجود بالأردن اللي هو سيكتور المشروبات، كويس. فأنت بحاجة تعملي سيرتش سيكندري
سيرتش، وممكن تيجي تلجئي زي ما الشباب بعض الشباب عملوا، تروحي على غرفة الصناعة وممكن تروحي على الغذاء والدواء تطلبي معلومات، واحتاجوا كتب واعطيناهم اياها والمفروض منهم اخذوا معلومات. فهاي انت بحاجه تعرفي وين يعني مين مين البارتنر اللي بدك تشتغلي معه، فهاي كمان بدها شغل. انزلي كملي. هلا الاندستري بروفايل الكرنت سايز، هلا هون يعني مش عارفه، هون حسيت حالي بلشت اني ما اركز كويس. الكرنت سايز بالنسبه للكاستمر ولا بالنسبه لي انا كشركه؟ انا كانا كشركه مايكرو بس. لا الكرنت سايز للسيكتور او للسيجمنت او للكاتيجوري اللي انت بدك تشتغلي فيها. هلا لما تيجي تحكي السيجمنت 150 الف طالب، هاي تعتبر من ضمن الاناليسز اللي انت ممكن تحطيه عشان توصل الى الارقام اللي هي السام والتام والصم. انه انا عندي مثلا 150 الف طالب، وال150 الف طالب الافريج كونسامبشن تبعهم على فرض علبتين بالاسبوع، فبنحكي عن 8 علب بالشهر. وهل اول شيء ال150 الف طالب كلهم بدهم عندهم كوميتمنت انهم يستخدموا مشروبات طاقه؟ شرط. فانت بتحكي 150 الف طالب، ممكن نعتبر 50 الف طالب بيستخدموا مشروبات الطاقه، ال 50 الف طالب بيستهلكوا هيك، فبالتالي بتيجي بتوصل الى رقم اللي هو الماركت سايز. اذا متوقع انه استهلاك المشروبات الطاقه بالاردن على فرض 2 مليون عبوه بالشهر مثلا، ما بحكي بكرقم، هذا المقصود بالكرنت سايز. فبدك تعملي السام والسام والتام والسام والصم. هنا كملي growth potential 8% yearly according to statistics. اوكي تمام. growth يكون مربوط بال يعني كل ما بنزيد البارتنرشيب كل ما حيزيد البيرسنت اوف جروينج او الجروث. يعني ممكن الهدف الاساسي نزيد البارتنرشيب بحيث انه نقدر نكبر اكثر. تمام. Industry trend ED with the flavor. إيش ال ED اللي هو ال أوكي. و distribution channel حيكون B2B اللي هو contract مع البارتنر، يعني إحنا مش راح نتعامل مع الكاستمر بشكل مباشر إلا ممكن لما نيجي نعمل ننزل عينات مع الأمباسادرز بالجامعات وهاي القصص، بس مالي حنتعامل مع البارتنر. أوكي. بعدين عملت SWOT analysis لأكثر من نوع energy drink، حاولت قدر الإمكان إني أغطي الويكنس تاعهم، يعني هم إنهم كتير أقوياء ومنتشرين بالسوق ومعروفين وأخذوا رقم عالي بالمبيعات، بس نفس الوقت الويكنس تاعهم إنه الفورمولا تاعتهم مكشوفة، يعني إنه الكل عم بيقلدهم ونوعا ما الطعم قريب كتير، زائد إنه ما في له طعم أصلا، يعني الناس مزعوجة من إنه طعمه مش ساكن، زائد إنه يعني احنا مش ما بدناش انه ناخذها بس انه طالما حطيتها يعني هاي تقيم لقدام شوي، نقيم في نقاط ممكن انه تنشال من هون وفي نقاط ممكن تحتاج تحطيها. تارجت ماركت بروفايل اوكي، كاستمر بروفايل ماشي، فيوتشر ماركت اوكي، برايسنج. هلا وين الكومبيتيتورز؟ وين في وين رح تحكي عن الكمبيوترز لسه لقدام؟ كأنه بالملف الثاني ولا نسيت مشكلة واحد. طيب مشي مشي مشي. pricing pricing policy pricing policy صراحة ما عرفت شو أحط فيها pricing list. طيب مو مشكلة كملي. Location أربد عمان بس أوكي. يعني هذولا في كثير نقاط بدنا راح نشتغل عليهم معك، بس إنه مو مشكلة. Licensing distribution GFDA approved. دكتور البراند identity. Identity. لا مش هم ريد بول، بحكي لك ريد بول بيعطيك جوانح، وهذا الإشي انتشر كثير وصارت الدعايات
تعمل ضجة على هاي المقولة. فأنا عم بحاول أربط شغلة ببابايز. بابايز لما كان يشرب السبانخ كان أنه بيصير عنده عضلات وبصحة. طيب أعمل السبانخ مشكلة ما بعرف شو فعلا كيف يكون. وكمان حيكون لونه أخضر لأنه زي ما حكينا بالألوان الأخضر بيركز على الصحة والإنفيرمنت. ماشي كاستمر سيرفيس هيلثي أوكي advertising promotion social media free sample universities promoters بدك تحط promoters influencers okay publicity ماشي 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 telemarketing internet ما في داعي okay trade shows okay market activities market penetration effectiveness and then market penetration effectiveness يعني بحاجة أنت هون تحطي شوي ماشي نشتغل هاي بشهر 9. طيب إذا أنت هون مش ذاكرة بدك تشوفي واحد من البنود اللي أنت اللي موجودة قدام بدك تيجي تعملي analysis للcompetition كويس سواء بتابلز أو بغض النظر كيف الطريقة المهمة بأنه أنا بدي أشوف الcompetitors اللي موجودين مش بس مذكورين بالأسماء بدي احط انا ايش كل صنف في عنده نقاط ايش الكومبيتيتيف ادفانتج تبعته في عندك براند زي الريد بول يعني احنا ذكرنا حتى ب بسيشن الماركتينج انهم كيف كان في عندهم استراتيجي وكانت لها يعني خلص وصلت لبراندينج لبراند ريش بطريقة قوية فبدك تيجي تعملي analysis للcompetition علشان تيجي تعملي positioning لمنتجك وتعملي value proposition تبعك فهذا بدك بهذا ضروري ينعمل لأنك هذا بدك تعملي بال هذا بدك تعملي بالpitching الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي بدي كل البيتش تنبعث ليوم الأحد يوم الاثنين احنا السيشن تبعنا راح يكون الاثنين وراح يكون أربعة pitching فكل البيتشنج بدها تنبعث ليوم الاثنين ما حدا يوم الاثنين يحكي لي بانه ما كملتوش لانه يعني بدي يعني اشوفهم الحق اشوفهم واحط عليهم ملاحظات وابعث لكم اياها على اساس تعدلوها ويوم الاربعاء يصير بيتشنج كامل للكل كملي برودكت سيرفيس ماركت كومبيتيتورز اوكي هاي يلا ماشي منيح ماشي بس ليفل اوف كافيين لا بدك تذكريهم بالاسم مش هيك بدك تاخذيهم واحد واحد كولا جرين هذا ايش الليفل كافيين وذ شوجر ان ماني خذيهم واحد واحد احسن ما تحكيش معلومات عامه على الكومبيتيتورز خذي هلا مين اللي معروفين الباور هورس والريد بول وتبع كوكا كولا شو اسمه خذي يعني خذي على الاقل 3 مين كومبيتيتورز قويين واعملي لهم اناليسز منيح ان شاء الله بتروحي بتنزلي بتشربيهم وبتجربيهم بتقري والله دكتور انا شفتهم كلهم صراحه يعني بدي اشوف بالكومبيتيتورز معلومات كامله عن الكومبيتيشن تمام الاوبريشن بلان اللي هم الاوبريشن سيستم اوكي ماشي ماشي مش يعني هذول هلا في دكتور على الكانفاس موديل جربت قدر الامكان افكر عن طريقه ممكن يسهل علي التفكير فعملت هذا بالعكس وهذا الصح يعني عشان يساعدني بالملف لان استصعبت صراحه الملف كوست ستراكشر اوكي شانلز منيح بالعكس هو اصلا يعني هذا التفكير الصحي بانه يعني انا الجا للتولز اللي كانت اللي اخذتها واللي كانت موجوده عندي علشان اوصل لها اوكي ماشي بالبستل بستل بس بشكل عام حطيت النقاط الرئيسيه اللي ممكن افكر فيها لقدام للقوانين والتشريعات والصحه يعني بس كهايلايتس وشو كمان وحطيت شوي لاسئله لحالي عشان اعرف افكر انه الفايز شو بدك تسمي انت بدك تسميه باباي لا هو كنت كان اسمه حيكون ايكو ايكو اشي بس مش كتير عجبني اسم ايكو فعم بحاول افكر مع نفسي ايش ممكن ادمج باباي مع ايكو يطلع اشي شوي كرياتيف او انه شوي مميز عم بفكر لسه شو اسمها هي مرت باباي هاي الاليز زيتونة زيتونة خلص سميه زيتونة ماشي اوكي ماشي 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 ماشي
ماشي كمان اسكندر مسج برضو اسكندر ميمت فكرت مبدئيا وصل لاسكندر اوكي فكرت مبدئيا كيف ممكن يكون في عندي بدائل عشان لو مثلا الاشي اللي بستخدمه انقطع كيف ممكن اضلني ممشي شغلي مش خلص يتدمر البزنس كامل فعشان الكافيين سورس هلا البلوط منتشر بالاردن وبرضه يعتبر ويست ونفس الستركشر للفينولات موجود بالبلوط فممكن استفيد منه نفس الفكره فود ويست كمان هو يعني ما في منه فايده بالاردن والعصائر حيكون اكثر منه اللي حيكون البيسك للانرجي درينكس وايش كمان وممكن اخصص لقدام انه اشي للاثليتس واشي يزبط للبريجننت بحيث انه لو بدي انزل شوي كميه الكافيين وايش كمان والموديفايل ماجنيفايل والمينيفايل انه حيكون ديفرنت سايز بحيث انه الواحد ما يقدر يجيب بطل كبيره او صغيره زي ما بدا بيبسي انه عاملين تو سايز 200 مل و 300 اوكي هلا الفاينانشال بلان جربت اعبي الملف تاع الموديل اللي اعطتني على اكسل هلا راح افتحه بس مبدئيا كستارت اب كوست يعني حسيت 15 لا ما بدي تفتحي الفاينانشال بلان يعني ممكن او احتاج لو بعطيك هلا يعني انا بس بدي اشوف هيك زي ما بعض الارقام اللي انتم حاطينها كبيسكس بس مش اكثر من هيك 1 year اوكي طيب خليها لانها هاي راح نشتغل عليها احنا بشهر 9 ماشي هلا ضل شيء بس اتاكد اذا بالاوكي بس كان لا خلص اوكي تمام تمام يعني شوفي مرات انه يعني انت ما مش 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 عم تتوسعي كثير بالديتيلز ترى بيساعد يعني احنا ما يعني ومنيح انهم اجوا ورا بعض يعني في عندنا بزنس بلان كثير موجود فيها معلومات هاي تعتبر منيحة وفي بزنس بلان يعني في ناقصها شوية معلومات ما بنقدرش نعتبرها سيئة بالعكس يعني يمكن هي فوكست بدها شوية إضافات بأماكن على أساس بأنه نقدر نكمله بس أنه يعني تعتبر كثير ممتازة يعني مقارنة مع بدنا نعتبر الجهد اللي انت بذلتيه ومع انه انت بتشتغلي لحالك يعني يعتبر كثير كثير رهيب خلص ممتاز دكتور بدي اسالك شغله يعني بتحس انه في تقدم طريقه التفكير وطريقه اخذ الموضوع من ناحيه بزنس وماركتينج خلي ثقتك بنفسك يا بنتي منيح انت ما شاء الله عليك توكلي على الله توكلي على الله لازم يكون ثقتك بنفسك لانه ما شاء الله عليك يعني مش ما بدكيش مش بحاجة إنه نحكي لك أكثر من هيك يعني. سيد عقلة شو رأيك نشوف إحنا اللي أنت عامله؟ إن شاء الله. نعمل إحنا سكرين شير من عنا ولا؟ بيصير. تمام بس ثواني. أوكي. طبعا لما شفتها لما بعتها يعني عجبني فكرة بأنه حتى اللوجو معمول which is good على فكرة يعني شايفين اللوجو شو يعني اللوجو وجوده يعني هلا أنتوا لما تعملوا البيتشنج لما يكون في لوجو بعمل credibility كثير عالية للبرزنتيشن من أول انطباع تفضل يعني زي ما يعني شفنا هيك بدنا بس نتصفحها سريعا احنا دكتور لحظات ونحكي تفضل تفضل احنا مجموعة ثلاث عاملين لوجو للشركة بس ما حطنا لا يعني هلا حلو تحطوه على البيتشنج على البيتش برزنتيشن حلو انه تحطوه وانه يعني خلص تفكروا باسم اختاروا اسم سكرين بالاسم وكل شيء يعني حاطين حطوا اختاروا اسم لل يعني حتى لو انها ممكن تتغير مش مهم المهم انه نختار اسم للجروب ونختار اسم للمنتج تفضلي الله يعطيك العافيه دكتور الله يعافيك هلا سيدي ان شاء الله مشروعنا اخذنا له اسم اللي هو كريم أوفا هي كلمة إيطالية بمعنى العنب فكان
يعني هيك اقتراح يكون هذه التسمية للمنتج إن شاء الله مستقبلا. أوكي دكتور سامعنا؟ تمام. نعم. تطلع تنزلوا ال مشي يس مشوا أوكي. هنا حطينا يعني مختصر حول فكرة الموضوع حكينا عنها سابقا دكتور. اللي هي المرة احنا انا يعني حبيت اخطو خطوة يعني ما بعرف ايش معنها صعبة واتعبتني حقيقة اني نحيت منحة اخر في التعامل مع الموضوع. يعني الزملاء والابحاث تركز على مخلفات مادة العنب التي يعني الثمر. فكان أنا اتجاهي حول المادة الخشبية المادة السائلة التي تنزل من جسد شجرة العنب. نعم 100%. هذا الأمر نأمل من الله أن يعني الله يعيننا على العمل فيه وإنه ينجح إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. تفضل كمل. أيوة description. عملنا وصف للموضوع إنه هاي المادة السائلة تجمع من الشجرة بعد عملية تقليم العنب في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط عادة في بداية شهر آذار. هلا هون سيد عقلة بحاجة إنه نذكر يعني تقريبي يعني أنت بخبرتك بالعنب إنه هاي السائل هذا قديش حجم إنتاجه؟ هل هو كافي موجود؟ هذه دكتور تقديرا الشجرة نقدر نأخذ منها من هذا السائل من 2 لتر إلى 3 لتر حسب حجم الشجرة. ممتاز. هذا لازم إنه يكون واضح هون لأنه راح يتبادر السؤال لما واحد بده يشوف الهيستوري والديسكريبشن هذا بده يتبادر على باله انه هل كميه السائل هذا راح تكون قادره بانها تقوم صناعه او لا. هذا صح. فيعني على الاقل بانه ينذكر. هلا اذا انت في عندك داتا كمان إذا ما عندك داتا عن العنب ومخلفات العنب ذكرني ممكن أعطيك الفايل اللي اشتغلته أنا عن الأردن. ممكن أعطيك بعض الأرقام اللي موجودة اللي أخذناها إشي من وزارة الزراعة وإشي من المركز الوطني. يعني في عندنا شوية داتا عن العنب فعلى أساس أنه يعني يصير في تصور كامل كم كمية الأراضي اللي مزروعة بالعنب وتفصيلاتها بالأردن. أوكي شكراً دكتور. لوكال ماركت. اللوكال ماركت طبعا في البدايه انا راح انطلق. هلا احنا بنحكي عن لوكال ماركت بس يعني علشان نكون واضحين. هلا اللوكال ماركت احنا بنحكي عن المنتج النهائي مزبوط. نعم نعم. على اساس الانطلاق تكون من خلال مدينه جرش. نعم. ثم مدينه اربد الزرقاء ثم عمان وهكذا يعني. طيب هلا انت المنتج تبعك يعني هلا الديسكريبشن انت حكيت عن الماده بس طالما احنا بنحكي عن منتج نهائي اذا احنا بحاجه نذكر شو تفصيله. هلا يعني بالهيستوري ما في مشكله بانه يضل زي ما هو. بالديسكريبشن خلي الديسكريبشن جزئين. جزء اول عن السائل وعن تفصيلات لها علاقه بالسائل هذا والجزء الثاني على المنتج اللي انت بدك تعمله وايش الفاليو تبعته بالنسبه للكونسيومر. ممكن نضيف شوي هون. طبعا هون حطينا عندنا ايوه نعم. هلا هون لما احنا نحكي عن Arab Gulf States ويعني بنحكي عن GCC هون هذا بنسميه احنا ريجيونال ماركت. الانترناشنال ماركت معناها احنا بدنا نطلع من حدود القاره. فيعني انترناشنال ماركت بنحكي يا اما اذا ظلينا بحدود القاره بنحكي عن الفار ايست او اذا خرجنا من القاره بنحكي عن يوروب او يو اس اي. فيعني ممكن انت تضيف بعد تحت اللوكال ماركت ريجيونال ماركت وبعدين تيجي تحط انترناشونال ماركت. نعم
industry cosmetics, consumer male and female, including children. هون يعني لما يعني ما بعرفش انت عملت segmentation لقدام شوي، حددت الاعمار اللي ممكن تستخدمها. هلا هو المنتج ايش راح يكون ككوزمتك؟ المنتج راح يكون على شكل كريم. كريم ايش الكليم تبعه؟ لايش يستخدم؟ بده يكون لمعالجة الشعر المتجعد. ممتاز. اذا نحن بنحكي عن هير برودكت. اذا بالديسكريبشن بدك تحكي عن الهير برودكت اولا، وهنا يعني بالكاستمر بدك تحدد ايش السيجمنت. هلا انت حاط في ميل وفي ميل وانكلودينج تشيلدرن، وبدك تضيف جزئيه بانه ليش راح يستخدموه. هل بدك انت تعمل له بوزيشننج كديلي يوز شامبو، او يعني باعتبار ماسك كريم للشعر، او يعني بدك تحدد التفصيله هاي هون. اوكي تو جيت ريد اوف. اوكي انت حاطها تحت الكاستمر نيدز اللي هي الفريزي هير. ايوه نعم. اوكي اذا بس بالديسكريبشن بدك تحاول تضيف كم من سطر على الجزئيه هاي كفينيشد برودكت وكنيد موجود عند الكاستمر. اوكي الكومبيتيتورز ممتاز. نيجي نحكي هلا بحاجه بانه احنا نيجي نذكر ممكن كي بلايرز، يعني زي ما ذكروا المجموعه الاولى، بغض النظر يعني حتى لو مش عاملين برايمري او سكندري، يعني برايمري مش شرط ان الكل يكون عاملها، بس السكندري ضروري. فممكن نحدد كي بلايرز بال ايش المنتجات اللي انت بتعتقد بانها ممكن تكون منافسه لك او انت تكون منافس لها. ايش الديلي يوز شامبو اللي هم التراديشنال براندز، مثلا هيد اند شولدر او دوف او جليمو، او انت رايح باتجاه الميديكال شامبوز اللي ممكن نعتبرها في لها ادفانسد فاليو او ادد فاليو او كومبيتيتيف ادفانتج. يعني بدك تيجي هون بالكومبيتيتور في تحت كتابي، خلينا ننزل شوي بالسلايد الثاني. اذا هون يعني خلينا نحدد الكي بلايرز اللي ممكن نعتبرهم كومبيتيتورز. هنا دكتور وصفت يعني حول المادة السائلة، كيف تكاليف جمعها وكيف طريقة جمعها مع التكلفة لكل، يعني حددت عدد اللي هو 20 قزازة زجاجية بسعة 1.5 لتر من هاي المادة. ممتاز. هلا هنا بالأوبريشن بدك تضيف ايش البارتي اللي ممكن تحتاجه بالاوبريشن، لانه انت هاي المي بدها معالجه، مظبوط؟ صحيح. ايش المعالجه اللي بتحتاجها ومين البارتنر اللي ممكن تحتاجه يشتغل معك فيها؟ لانه يعني هلا احنا بنحكي عن مي راح تنجمع، فاذا بدي انا اجي اخذها للستاندرد سيرتيفيكت اوف اناليسز اللي احنا بنحتاجها علشان ندخلها صناعه، معناها احنا قاعدين بنحكي عن الميكروبيال ليميتس، وقاعدين بنحكي عن منتج بده يدخل بصناعه كوزمتكس نون ستيريل، فاحنا قاعدين بنحكي عن ميكروبيال ليميت بده يكون ضمن بحدود التولوب. يعني انت قاعد بتحكي عن يعني اب تو 199، يعني بنحكي عن 100، هو هلا بالقانون 199، يعني اقل من 200 ميكروب بير ام ال، وهذا الرقم يعني يعتبر كثير قليل. هلا المي هاي العاديه بدون معالجه، يعني انت قاعده بتحكي عن 4 او 5 لوجز، فهي بدها معالجه، فبدك تلاقي الطريقه لمعالجتها. يا اما بدها تكون بده ينشغل عليها بطرق تعقيم بمواد بحيث بس انها ما تاثر على الكيميكال كاركترستكس تبعت الميه، او يعني بدك تلاقي طريقه، فبالتالي هاي بدها سيرف. هلا اذا هاي بتحتاج لشغل بخلال المختبر بخلال شهر 9، بدك تكون محدد ايش اللي بده ينشغل على اساس نقدر نشتغله بالجامعه، او نيجي نفكر ببلان ثانيه.
إذا في بارتز نحتاجهم بالمرحلة هاي بنقدر إنه نمول إحنا الخطوة اللي ممكن تحتاجها. هنا حول موضوع التمويل بالبداية، يعني إحنا حطينا هون على أساس إنه يكون يعني من خلال الشخص نفسه اللي راح يصرف على المشروع في بداياته. اوكي سيلف فاينانس تمام. مانجمنت يعني اللي هم حضرتك والبنات تمام. كومبنسيشن اونر شيب نت سيلز اند كوميشن اوكي تمام. برودكشن انجينير. هلا دقيقة خلينا هنا يعني بنقطة هلا هنا يعني هذولا ممكن إحنا بحاجة إنه ننزلهم بالريكروتمنت والإمبلويز يعني ما فيش داعي يظلوا هون لأنه يعني هنا إحنا بنحكي عن أونرشيب يعني بنحكي عن إيكويتي عن الشير هولدرز، فهذولا لا بدهم ينزلوا تحت بدهم ينزلوا بخانة الموظفين. هلا البرودكشن انجينير انت يعني هل انت يعني هنا احنا بحاجة نفهم، خلينا ننزل على الانفراستراكشر علشان نعرف فوق ايش الـ هلا الانفراستراكشر. هل انت بدك تعمل مختبر مثلا يعالج المي هاي؟ والله دكتور يعني أنا الفكرة إنه بعد تجهيز هاي المادة إن يعني إن نستعين بجهة ثانية للتصنيع. ممتاز. إذا أنت مش بحاجة لبرودكشن إنجينير لأنه علشان نفهم، لأنه أنت راح تضيع الناس لما تحط برودكشن إنجينير معناها أنت بدك تشتغل إشي بالمي. لا أنت الدور تبعك بإنه بدك تجمع المي هاي، فبالتالي بدك ثيرد بارتي. الثيرد بارتي هذا بدنا نعرف ايش مواصفاته علشان يقدر يشتغل لك البروسيسنج على المي هاي بحيث انها تكون مطابقه للمواصفات اللي ممكن تدخل بصناعه كوزموتكس. كويس. اعتقد يعني هلا انت ممكن بالستيب اللي ممكن تنشغل بالجامعه موضوع الكاركترايزيشن اللي راح يصير راح يساعد بانه احنا نعرف ايش المكونات، واعتقد كمان ممكن ينعمل مواضيع الاوتوتوكسيسيتي وغيره، فبالتالي يعني بيكون معروف السيفتي بروفايل للانجريدينتس. هلا بتضل الجزئيه الثانيه اللي هي الليميتس والستاندردز السبيسيفيكيشنز اللي بتكون مطلوبه لوكالي وريجيونالي او عالميا، يعني حتى نيجي نحكي اعتمد على الستاندرد الاوروبي علشان ندخل هذا الرو ماتيريال او الرو ووتر او السائل اللي موجود ندخله بالصناعه، واللي هي يعني فعليا بعد ما ينعمل البروفايل بجامعة عمان الأهلية بعد ما ينشغل على الكاركترايزيشن وينعرف شو مكونات المي هاي بصفي الميكروبيال سبيسيفيكيشن اللي يعني انت لازم تفكر فيها، ولازم تفكر بالبارتنر ايش مواصفاته اللي ممكن يقدر يشتغل لك اياها، لانه انت راح تحتاج تو بارتنرز، واحد علشان يعالج لك السائل هذا والثاني علشان يشتغل لك الكوزموكس. فهذا اللي بنحط هنا بالإنفراستركتور. وبده ينحط تحت طبعاً ككونتراكت بدك تيجي تحط البارتنرز اللي ممكن تيجي تتعاقد معهم. ريكروتمنت هلا الموظفين اللي ذكرتهم فوق، إذا في ناس بده ينحطوا بنحطوا تحت بالريكروتمنت. مثلا اللاير اللي مكتوب بنحط بالكونتراكت كثيرت بارتي، يعني هذول كلهم ممكن ينحطوا بالكونتراكت كعقود وك ثيرت بارتي سيرفيس بروفايدر بنسميهم، مش شرط نعتبرهم موظفين. اوكي امبلويمنت اند انسنتيف بلان. اوكي خليها لا ما في مشكله يمشي على البرودكت سيرفيس بلان بيربز اوف برودكت هير كواليتي. اوكي تمام. الفيتشرز اند بنفيت يعني ممكن احنا نعمل لهم هيك. هنا بدنا نكمل على جزئيه الكومبيتيشن، انه نكون عارفين مين الكي بلايرز
اللي احنا ممكن نيجي نعتبر انه راح ينافسونا وراح ننافسهم، فبدنا نحط الفيتشرز والبنفيت اللي ممكن تكون يعني زي ما حكيت لفرح بانه هل في لما بدك تحط الفيتشر انه هل في مشروب طاقه موجود فيه لاكتوز، اذا ولا منتج طاقه موجود فيه لاكتوز اذا انا ما بقدر احطه كفيتشر، فهاي بدها تكون مرتبطه بالكومبيتيشن والكومبيتيتورز اللي انت بدك تشوفها، والمكونات اللي انت قاعد بتحكي فيها بدها تكون كمان مبنيه على الانجريدينت ليست اللي موجوده بالكومبيتيتورز علشان تعتبر بانه وجود الفيتامين اي واللينولينيك اسيد انهم يعتبروا ك كومبيتيتيف ادفانتج كومبيتيتيف وادد فاليو stage of development. okay IP يعني اعتقد هلا هذا يعني في potentiality بانه رغم انه احنا يعني الاردن من ضمن الدول اللي بتعتبر الناتشرال ريسورسز لا از نوت patentable، يعني احنا من ضمن دول كثير بالعالم انه اي شيء ناتشرال لا يعتبر patentable، بس انه هلا ممكن يعني اعتقد هذا كله بيصير واضح لما يصير فيز الجامعة عملها. كمل ماشي الـ governmental approval. انت بالاخر يعني بالاخر cosmetics، فبالتالي GFDA. اوكي ماشي products liability ما في مشكلة مش محطوطة related products. اوكي remixing هلا هاي process لايش؟ warehouse raw material packaging inspection stage 1 raw material. لا يعني شوف هون البرودكشن يعني احنا ممكن بداله نستعيض عنه بانه ندور نحدد البارتنر اللي ممكن يشتغل معنا بالرو ماتيريال، ايش مواصفاته، ايش مطلوب منه، يعني هاي الخطوه صارت مهمه بشغله، لانه البارتنر الثاني ككونتراكت مانيفاكتشرنج صار معروف بانه احنا بدنا كوزمتيك مانيفاكتشرر، بس هون احنا بحاجه نعرف مين البارتنر اللي ممكن يكون متوافق مع الستيب اللي احنا بدنا نشتغل. تمام ننزل فاسيليتي وير هاوس برودكشن اريا. لا هلا اذا انت ما راح تشتغل على المعالجه يعني انت فعليا يعني بحاجه بدنا نعتبر ل وير هاوس كولكشن وير هاوس وبعدين بدها تيجي تطلع يعني اوفيس اوكي يعني هذولك بدنا نعتبرهم ادمنستريتيف اوفيس. تمام انزل سيد عقله. ماركتينج اوكي تمام الجروس اريز هلا السؤال خليني ارجع انا هلا المنتج تبعك كريم مش شامبو صح؟ نعم يعني خليني ادخل شوي هيك بالكوزمتكس هلا هو كريم ليف ان يعني هذا كريم بنترك للشعر على الشعر نعم هيك النية اللي معقدين عليها ممتاز فاحنا قاعدين بنحكي على كريم اذا يعني حتى الكومبيتيشن بدها تيجي ترجع لكريمات الشعر والليف ان وهذول يعني بصفة الليست اقل بكثير يعني اجمالا يعني يمكن احنا ما عندناش لوكال يعني في عندنا بعض كم منتج يعني احنا قاعدين نشتغل مع بارتنر على مواصفه ليف ان كريم فهو ابليكابل يعني مش صعب والماركت سايز تبعه منيح اندستري ترند ايكو فريندلي اوكي characteristics ماشي سيد يعني هذول تمام distribution channels market analysis target اوكي بدنا نرجع نيجي نحكي انه global وبعدين regional وبعدين international segmentation ممكن تحتاج تحط اعمار ايش يعني بدك تعمل demographic analysis كمان بطريقه هيك شويه
بإضافة تفصيل مين الأعمار اللي أنت بدك تستهدفهم، مين شو نوعية الشعر اللي بدك تستهدفهم، يعني بدك تحط شوية تفصيل بس هاي كمان بخلال شهر 9 ممكن نشتغل عليها شغلات كثير. صالح أنت بعديهم، يعني أنتوا الإكزامبل الأخير اللي رح نأخذ اليوم. أوكي collecting water. هلا هذول يعني زي ما حكينا، هلا فكر شو كيف ممكن معالجة المية، أو يعني فكر فيها بالطريقة هاي، وخلينا بخلال شهر 9 نشوف شو ممكن بفاز الجامعة وإيش ممكن نحتاج لنشتغل لنوصل للهدف، بأنه يكون في عندك أنت تعتبر الصف السبلاير لهيك مية. تمام تمام أوكي. Price 6 GD in the second package. يعني شوف، يعني أنا مع بأنه يكون بداية المنتج بحجم واحد. هاي بتكون بالإكسبانشن، إنه والله تيجي تحط حجمين، فأنت اختار منتج حجم واحد، يا إما بتقرر 100 جرام أو 200 جرام. حجمين مباشرة أول ما تنزل، يعني واحد منهم راح يضرب الثاني. صحيح. فواحد منهم بالبداية، بعد سنة أو سنتين، يعني هاي بتكون دائماً الأشكال اللي هي التفريخ تبع المنتج بيكون بالإكسبانشن بلان بالعادة، حسب الاستراتيجيك بلان، يا إما واحد يعني سنة سنتين ثلاثة بتكون علشان إنه تو إكسباند الماركت وتو إكستند البرودكت لايف سايكل اللي إحنا حكينا عنه. أوكي ماركت بينتريشن سوشيال ميديا تمام. بنرجع بنحكي اوكي سيلز فورس تمام تمام اوكي. ضل اشي تحت كاستمر سيرفيس، مش كله هذا انه يكون موجود، ما في مشكله. تمام بابليسيتي انزل ابو operation financial اوكي تمام. بس انا بدي منك شغله سيد عقله، هلا الفاينانشال بلان اللي بعته على الواتساب يعني مرات في بعض الملفات لما تنبعث ما بتلقطش نوع الملف، فبدي على الاقل تبعث لي اياه على ايميل بس، هو الفاينانشال بلان، اما انا الخطه قريتها يعني لما بعت لي اياها. فتمام هلا بيصفي بانه احنا بدنا يعني هاي الداتا يعني اللي موجود فيها، يعني هو فعليا يعني بدنا نعتبر 80 الى 90% كافي بانه ينعمل منه البيتش برزنتيشن تبعت الاسبوع الجاي، فالامور سهله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك دكتور. تمام صالح يلا خلينا يعني نعملها ختامها مسك معك. يلا دكتور ختامها مسك. عفوا عليكم. هو انت مش انت اللي ساعدت الكل. إذا طلعت البرزنتيشن تبعتك هو باب النجار مخلع يا دكتور. بدي أطلع لك بالزوم. طيب هو هي دانية راح تخرب بيتك، خذ مني بس يلا ماشي. خلنا نشوف والله لناس وناس يا دكتورة، يعني صالح لناس وناس طلع بساعد. أيوه مثلا يا صالح عتبنا عليك. لا أجندات 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 والله يعني. اللي اجى علي والله ساعدته دكتوره، اللي ما جاش علي ما بقدر اساعده، بعرف شو بك يعني. طيب. بالعكس انا سعيد اساعدك اذا بتحتاج اي شيء. طب اذا انك سعيد تساعدني ابعت لي الفايل اللي بدك تعرضه هلا. شو رايك غير رايي دكتور هلا تراجع مباشره. طب دكتوره شوفي بالاول دكتوره ما كان عاجبك. سكرين شوت بدي اعمل سكرين شوت ما بقدر. ببعت لك إياه من عيوني والله. شكرا لك بمزح معك يعطيكم العافية. هلا طيب دكتور وش احنا يعني اخترنا اسم مبدئي عشان ما ظلش نحكي عنها شركة، سميناها برافو تمام. هيستوري ما في هيستوري، احنا لسه ما تشكلتش الشركة. ايش اسمها؟ برافو. برافو برافو في اسم برافو مشهور حارس مرمى كأنه حارس كان حارس برشلونة.
هذا المشكوك تبع باريس سان جيرمان. لا بس انا ملاش دخل فيه. ملاش دخل فيه. تبع تشيلي. اوكي. اوكي. دكتور برافو. از جوردانيان براند ذات كوميرشاليز سكين كير برودكتس that use organic ingredients and nanotechnology as an innovative drug delivery system. I brief على الشركة. We specialize in skincare and the with trending ingredients fused with top-notch technology and the beautiful beautify nourish. طيب خلينا يعني نمشي على الاورجنايزيشن. تمام اوكي يعني لا لا بيرفكت. الاورجنايزيشن انتم ذاكرين ايش ال احنا ال ال سي ذات مسؤولين. اوكي تمام. عبد الله جنرال مانجر تبعنا عنده اكستنسيف اكسبيرينس في الفارماسيوتيكال كومباني 20 سنه تقريبا. صالح انا السيلز مانجر او ان تشارج اوف دي تو دي اوبريشن ودانيا مسؤول عن الماركتنج والبي ار. تمام يعني هلا زي ما حكيت انا مع بالجروب الاول. هلا يعني انتم ممكن اذا بدكم تذكروا هاي التفصيلات هون ممكن تيجوا تحكوا بشكل عام على المناصب وبالاخر علشان ما تضلش ما تكونش المعلومات مكرره كثيره وتحكوا التفصيلات بالاسم مع ال بنعتبر البايو وايش الرول تبعته بالشركه بالتيم بالمانجمنت تيم. يعني هون دكتور بس ايش نذكر بس مناصب؟ يعني مثلا انه الشركه بتتكون من مجموعه من الاكسبرتس ان ماركتنج ان بزنس ان يعني نيجي بنذكرها احنا باعتمادا على الكور اوف اكسبيرينس للفاوندرز او للبارتنرز اللي موجودين بدون اسماء انه يعني بتضم تيم اوف اكسبرتس ان كذا 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 وبعدين باجي بحط التفصيلات هاي بالتيم علشان ما نكررش بس. طيب اوكي تمام. ماركت هلا شو ذاكر بالماركت يعني بشكل هلا في الماركت انا حكيت انه احنا بنعمل نشتغل بنصنع وبنعمل. انت دقيقه بعثت لي اياها صالح مش عارف نسيت والله. لا ما عارف نسيت اذا بعثتها وما بعثتها صراحه. طيب انا ببعث لك اياها اذا مش بعثتها علشان تبعث لي اياها. طيب تمام. فالتارجت اودينس تبعنا التينيجرز والادلت فيميلز بين 15 و55 سنه. احنا بنحكي عن سكين كير لاين لانه هو اللي عندهم ديساتسفاكشن مع الماركت كونفنشن. 55 بيكون تينيجرز. ممتاز. لا لا تينيجر اند ادلت دكتور. مش لازم. لا هو طالما انت بتحكي عن فيميلز اذا اكيد تينيجرز بيضلوا حتى 55. اوكي بلاش تزعلوا منه دكتور. اللي بيبحثوا عن نتائج اسرع واكثر امانا وتكون اورجانيك. هلا بنحكي لك قدام ليش تكون اورجانيك. تمام. تمام. حكي عن التريتوريز. ممتاز. حكي عن التريتوريز وين نعمل اكسبانشن. احنا وين التارجت تبعنا حاليا وين نعمل اكسبانشن من الميجر كومبيتيتورز حاليا الموجودين عندنا هون. ممتاز. انت عشان هيك ما بعتهاش علشان تكون بخلال الساعتين قاعد بتعدل. ماشي ماشي يا صالح. عشان ما ألقطك أشوف من اللي بعثوا لي لقطهم لما عدلوا. يعني أنا بالآخر أشجع جروب اللي هم الجروب الثالث دكتورة مها والتيم لأنهم هم قبلوا إنه يكونوا أول ناس. والله دكتور لما هلا احنا تعلمنا منك بسرعه يعني انت لا دقيق. هلا دكتور لما تشوف يعني هاي كلها تبريف لما تشوف التفاصيل اللي تحت دكتور انت راح تشوف انه احنا مش ما فيش معنى وقت نعدل. لا يعني لا بعرف شغلك. يلا كمل. تمام. هلا الاوبريشن احكي لي ايش كاتب. عندنا البرودكت ديفلوبمنت تقريبا راح يكلفنا 10,000 دينار. بنقسمه بين ديفلوبينج للفورمولا وسيفتي تيست. تمام. الماركتنج بلان عندنا انقسمت قسمين حسب اللاين. في لاين راح نشتغل عليه ميديكال سيلز ريبريزنتيف مع الدكاتره وعشان يزيد البراند اويرنس ولاين ثاني راح نشتغل عليه اي كوميرس. طيب تقريبا الكوست كامله للماركتنج بس برضو كمان يعني هلا انتم التزمتوا زي كل جروبات على الاسئله اللي موجوده. هلا بالاوبريشن بدي ارجع احكي انه ممكن انا اذكر حتى لو انه ممكن نذكر ككونتراكتس و
مين البارتنرز اللي بدنا نشتغل عليها. ممكن نيجي نذكر الديسكريبشن للبروسيس اللي احنا بدنا نشتغل فيها بالاوبريشن بالاضافه. دكتور مذكورات بس بأماكن ثانيه، فانا ما حبيتش اني بس اكرر المعلومه. ما طيب تمام. فاينانس اللي هي الارقام المبدئيه. اوكي هنا حاط الجروس مارجن، النت بروفيت مارجن ممتاز 122,000، يعني في مناسب. بالضبط. طيب ان شاء الله يا دكتور. جروس مارجن 81%، توتال اوبريتنج اكسبنسز 42%، نت بروفيت 22%. احسبوا يا جماعه 22% يعني بنحكي عن 30,000 دينار. 30,000 دينار يعني صالح بترك البيت. يلا ماشي ماشي. اوكي طبعا دكتور احنا حسبنا فيه انه هنا سورس اوف فند اللي ممكن انه نعتبر فيها نعتمد عليها في البدايه. أوكي. اللي هي الجائزه تبعت البست ميد جريب، وفي عندنا يعني مقابلات مع انفستر ممكن انه تصير في المستقبل ان شاء الله. تمام. اوكي هلا هنا المانجمنت والاورجنايزيشن زي ما حكينا قسمناها دكتور، كل حدا شو خبرته شو مجال عمله في الفريق. ممتاز. اوكي الكومبنسيشن والاونرشيب احنا اعطينا الشيرز هنا لكل حدا بالتيم. عبد الله 33.3، بيظل في واحد بالعشرة في المية لمين بتعطوه؟ للصاحب النصيب. طيب خلص خلص بتعطوه للدكتورة ريما، لأنه الدكتورة ريما زعلان عليك. مش عارف ليش زعلان مني. اوكي هلا احنا البورد اوف دايركتورز ما في عندنا، في عندنا نظام الجنرال مانجر وتحتيه السكيل. لا يا زلمه ما بزبط يعني. اصلا احنا بالاردن لازم نكون كلنا سي اوز. ما بتعرف. احنا مقنوعين دكتور، احنا انا وداني قنوعين. لازم تيجي وانت كنت تيجي على البزنس بارك. كنت اشوف. الله يرحم قبل كورونا يعني تلاقي بهالقاعات الناس مصفطه وكل واحد مسمي حاله سي او بالاخر، وتلاقيهم وانت طالع من البزنس بارك بيستنوا ببساط. والله كنت اشوفه لما كنت اتدرب في اليو ان تي في. اوكي على انفراستراكشر صراحه ما اعرف شو بدك تكتب. احنا ما بنتعامل مع مصنع، ما بنتعامل او ما في عندنا ايش للمصنع. هلا انت كيف ايش؟ لا هلا انت ايش بدك تعمل؟ كونتراكت مانيفاكتشرينج. احنا دكتور كونتراكت مانيفاكتشرينج، واحنا ديستريبيوترز. وانتو ديستريبيوترز. طيب بالانفراستراكشر يعني بتقدر تذكر التفصيله هاي علشان ينعرف بانه انت حتى لو بدك تذكرها بالكونتراكت بس مش غلط يعني اكتبها حتى ولو بس سطر واحد بانه المنتج راح يكون من بكونتراكت مانيفاكتشرينج موديل ببساطه، وديستريبيوشن والاوبريشن راح تكون من خلال كونتراكت اللي هي حاطينه. هلا الكونتراكتس اللي راح نشتغل مع احنا، لانه دكتورنا نشتغل مع ثيرد بارتي برايفت لاب عشان الفورمولا، لانه ممكن المودل الاولي ما نلاقيها في اي مصنع، فانا ممكن نشتغلها مع لاب بنوقع معهم ان دي اي عشان انه نحفظ ال دقيقه. ليش هلا ثيرد بارتي؟ لشو يعني ان دي اي وشو دخل؟ ما فهمتش. الله برايفت لاب. هلا انت المنتج تبعك ايش؟ هلا دكتور احنا المنتج تبعنا اربع منتجات سكين كير لاين. تمام دكتور. فيهم فورمولا النانو. هلا فكره انك تحط تعمل لود للمواد الاول للنيوتريتيف انجريدينتس داخل النانو، تمام، تحصلها على شكل زي رو ماتيريال. هذا الرو ماتيريال بنخلط بعدين بالفاينل فورم تبع. اوكي 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 تمام. اوكي هاي الخطوة ممكن المصانع ما تكون تتوفر، فممكن احنا نشوف برايفت لاب ونوقع مع ان دي اي واساس انه نعملها عندهم. يعني شوف في الجزئيه في واحد من البارتنرز اللي يعني احنا بنشتغل معه يعني هو على وشك ياخذ الايزو 17-25، و يعني هو قاعد بيشتغل بالبايولوجكس، فالانفراستراكشر تبعته يعني بتاهله بانه يكون يقدر يشتغل ك سبلاير للي انت بتشتغلوا فيه بنانو تكنولوجي. يعني امبارح كنت احكي انا وحمزه في الموضوع، فهو يمكن يعني هذا البارتنر ممكن يحل لمجموعه كبيره من البروجكت مشكلتها هاي، لانه راح يكون اكريديتد ثيرد بارتي للرو ماتيريال تبعتكم. اوكي
طب ممتاز. معتمد بالغذاء والدواء يعني قاعد بفكر يعني بدنا ننزل أنا وياه على الغذاء والدواء لمواضيع جي ال بي أو جي ام بي لنشوف شو. بس إنه هو فعليا يعني قادر وعنده النوهاو كمان يشتغل الشغل هذا. طب خلص ممتاز أكبر يحنا كثير والله دكتور، لأنه هاي أصعب خطوة تقريبا يعني إنه ويقدر يعطينا شوية يعني تكاليف تقريبية للإشي اللي بده يعمل. بالضبط. هلا هو تمام سوشيال ميديا أوكي مشي. أوكي. أورجنايزيشن مين؟ عبد الله ممتاز، دانيا، صالح. عبد الله مرتين محطوط. عبد الله بيمسك لأنه كمان قسم الفاينانشال دكتور مالي لأنه هو بفهم فيها. أوكي. طب هلا لما عبد الله سي أو ما يعجبوش تقرير من عبد الله الفاينانس إيش بعمل؟ نطلعهم اثنين برا. نطردوا. طيب. اوكي هلا انا شرح عن البرودكتس وكل برودكت وشو بيستخدم وشو المواد الفعال اللي فيه وهي الامور فيتشرز اند بنفيتس. تمام العنوان البنفيت وتحت الفيتشر انه ليش بتصير هيك. تمام الستيج اوف ديفلوبمنت اي اي بي يعني ما في الجزء الهاي لانه داني راحت على FDA خليها هي تشرح لك تفضل اذا هلا هو سليم اعطاك كل المعلومات صح؟ لا بصراحه لسه اليوم انا كنت عندي ايام هو قاعد هم على ليش مش ما اعطاك شيء اياها قالت لي انه هي كثير مشغوله وتعالي الاسبوع الجاي صرت احكي لها انا جاي من الكرك ومش من الكرك قالت لي خلص رن علي تليفون مين ايمان مين ايمان العضايلي ولا لا دكتوره لا دكتوره اسنان أفنان دقضاء ما هاي مشكلة مين ما عندنا من عجلون لا خلاص بحلوها الكركية طيب بدها جميد بدها جميد يا دكتور عشان تعطي عن جد بالله أقسم بالله بتعملها أفنان قالت لي جهز الجميدات تعالي خذ الأرقام بدك إياهم طيب مش رح تحكي لها والله غير احكي هلا شيء حكي طيب هلا ايش اللي انت بدك يعني انتوا ايش كاتبين يعني شايف كاتبين شيء كثير ايش اللي بالضبط هلا احنا حكى لك صالح انه احنا عندنا اللاين في انتي ايجينج واكني واكني سكار وبيجمنتيشن الماده الفعاله اللي فيه اللي هي الريزفيراترول الريزفيراترول بالأردن هي عبارة عن مادة ما إلها ليميت معين تستخدمه لكن إذا بدك تخليها بس مجرد كوزموتيك فأنت بس بتخليها لحد 30% بالمنتج اللي بدك إياه وأصلاً إحنا أكثر من هيك ما رح نزيد أوكي. وخلال هدول الأربع منتجات رح تكون هاي المادة بتراكيز مختلفة أوكي. الشرط الوحيد لهاي المادة إنه إحنا نجيب سيفتي داتا شيت لأنه الموضوع له علاقة بالنانو أو دراسة تثبت إنه هاي المادة لما دخلناها بأي برودكت في نانو كانت إلها إنه هي سيفتي تمام بالنسبة للمواد الثانية سواء ألفا أربوتين إذا up to 2% راح يدخل من الكوزمتيك راح يصير فارماسيوتيكال كوزمتيك وما في مشكلة هي بدهم بس طلب واحد الألفا أربوتين إنه يكون في برضه accelerated sheet بالضبط والفيتامين سي راح يحطوا بيطلبوا ستابيليتي ايوه هي الاكسلريت شيت اللي هي ستابيليتي والفيتامين سي اللي احنا مدخلينه بالانتي ايجينج برضه له ليميتس للترا ما راح نزيد عن اوكي يعني شوفي حلو انه انت دخلتي بالتفاصيل هاي بس هي سيمبلي انه يعني انت بدك تفترضي بانه منتجك راح يكون فارماسيوتيكال كوزمتكس كويس فيعني هي هاي الملخص تبع الفقره هاي كلها فارماسيوتيكال كوزمتكس بالاخر يعني احنا عندنا لانه النانو تكنولوجي ما لهوش يعني كلير ريجوليشنز بنطلب هلا هم ما بيطلبوا للمكونات يعني بالاتحاد الاوروبي بالبورتال بنطلب الام اس دي اس لكل المكونات انها ترفع على البورتال بالغذاء والدواء ما بيطلبوا الام اس دي اس والسيرتيفيكت اناليسز للانجريدينتس بس كونه انه انت قاعد تحكي عن نانو بارتيكلز فانه لازم تزوديها فبالتالي انت بدك اكريديتد بارتي بانه يجي يقدر يعمل لك السي او وهاي
يعني هاي حتى يعني علشان يعني افهمك شغله يعني هاي مش صعبه يعني احنا هلا هو المتطلب بانه يكون بارتي معه 17-25 ايزو وهاي ابليكابل مش 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 لهالدرجه صعب. تمام. ليميتيشنز دكتور الليميتيشن احنا اول شيء البرودكشن انه احنا ما في عندنا مصنع في الاردن يعني بيشتغل شيء في نانو تكنولوجي. احنا الشغله الثانيه الاب سكيلابيلتي انه انت تحول النانو سيستم يكون يعني يعمل له اب سكيلابيلتي يعمل ساتسفاكشن للاندستري نيدز. اوكي. ليجل ريستريكشنز اللي حكيت عنه. اوكي. والستاف. تمام. هلا دكتور هاي السبين اوف صراحة ما فهمت أنا شيء كثير يعني أنا فهمت إنه قرأت عنه إنه ريبراندينج وهيك بس ما فهمت كيف إنه نعمل انتجريشن هون يعني لا هو شوف يعني أنا الجزء هذا بعتبر إنه مرتبط بالاستراتيجيك بلان تبعتك. هلا أنتم بلشين بأربع منتجات فأنت هل أنت بدك تنزلهم كلهم دفعة واحدة ولا في عندك استراتيجي بتنزيلهم؟ يعني هاي التفصيلات اللي أنت ممكن تحطها أو إذا أنت عندك غير الأربع منتجات بخلال السنوات اللاحقة يعني في عندك بورتفوليو قاعد بتفكر فيه بدك تحطه ب يعني دكتور أنه شو ممكن نضيف منتجات في المستقبل صح؟ إيش البورتفوليو وإيش الاستراتيجي بلان؟ تمام أوكي. هلا هون دكتور البرودكشن زي ما حكيت لك من قسم قسمين اشي في المصنع واشي في البرايفت لاب سبلاير ونيت سبلايرز فور ذا نانو سيستم. هاي يعني هاي هون يعني انا بنحل لكم اياها مش اشي صعب. هلا المهم بانه تكون الفكره كلير ويعني يعني انت عشان هيك انا ما حبيتش انه تكون انت بالبدايه لأنه يعني أنت تقريباً فاهم في اللي قاعد متعود عليه فبالتالي أمورك هيك بتكون ألطف ماشي. طيب هلا دكتور الماركتينج بلان إحنا كنت أحب أو نكتبه بالأول على الوورد بعدين دكتور صراحة عملناه على الباوربوينت يعني أسهل وأسرع وما ما فيش مشكلة ما هو في عنا بيتشنج الأسبوع الجاي فبالتالي خليني بس إنه أحط أعمل شير ثاني على الفايل الثاني بس. أوكي على الماركتينج بلان هاي المكونات تبعيتها البروفايل والاناليسز والماركت بنتريشن بعدين البرايسينج. هون دكتور قسمناها عملنا سيجمنتيشن انه الكوزمتكس اندستري بتنقسم بسكن كير وجنرال كير وكالرينج ايجنت وهير كير. الكوزمتكس اندستري التوتال الجلوبال ماركت تبعها 532 مليار وتوقع انه يزيد بمعدل 5.3% بين 2021 ل 2027. الريسيرش اللي احنا عملناها بينت انه السكين كير هو القطاع الوحيد اللي في الكوزمتكس بعد ال 2018 هو اللي قاعد بنمو. كل القطاعات الثانيه بصير فيها ديكلايننج. السكين كير قاعد بنمو من 31% ل 39% بينها بين هذول الفترتين بينما مثلا الهير كير نزلت 4% والميك اب كاتيجوري زادت بس زياده طفيفه جدا فكان هي اقوى شيء قطاع هو قطاع السكين كير. نفس الشيء بالبرفيوم. البرفيوم نزلت شيء مستغرب جدا يا دكتور. لا لا هو مش مستغرب لانه يعني انت لو عندك لو تحط الريال نمبرز للقطاعات او للتقسيمات هاي راح تعرف بانه البرفيوم يعني هو بيشكل الهبره الاكبر بالبزنس. لا فاهم 100% بس الغاز انه بينزل مش بكبر. بالضبط. هلا هي السكين كير لان هل الاضعف عشان هيك ممكن الجروث تبعها انه يتبرع. ما تنساش بانه السكين كير صار ينشمل فيه حتى النيو ترند اوف انتي ايجينج اللي هي من ضمنها بحسب التصنيفات اللي باوروبا اللي هي شيء قريب من الفيلر والبوتوكس هاي يعني صارت ضمن تصنف من ضمن السكين كير. طيب هلا هون جبنا احنا التوب بلايرز جلوبالي لوريال يونيليفر هذول التوب 10 تمام. وهذول الدكتور اللي بيشتغلوا ناتشرال لانه الناتشرال اندستري قاعده بتكبر يعني زياده كثير عاليه.
فهذول في شركة نيتشرال البرازيلية كانت رقم واحد. أوكي. أوكي. طبعا دكتور نحكي إنه ال natural ingredients قاعدة بتأخذ 49% من نسبة الباتنتس اللي قاعدة في البيرسونال كير إندستري، قاعدة بتزيد زيادة كثير عالية، لذلك يعني هي قطاع كثير حيوي. هون دكتور شفنا مين أكثر الingredients اللي عاملين عليهم باتنت وأبحاث وبدخلوهم في السكين كير إندستري، فكانت الألوفيرا رقم واحد، أو يعني إشي صراحة أعطانا هيك بوزيتيف فايب إنه الريزفيراترول أو العنب مش موجودة، فدخولها على السوق بتكون يعني إشي كثير حلو وإشي كثير قوي لما ندخلها بالنانو. كان أكثر إشي رقم واحد الألوفيرا. هلا لان نجي نحكي شوي عن الجوردن ماركت اناليسز، الماركت كوزمتكس في الاردن قاعد بنمو اكبر من النمو العالمي بنسبه 9.6، النمو العالمي 5.3. الجوردن ماركت الكوزمتكس ماركت سايز 141 مليون في 2020، الديرمو كوزمتكس منهم هو 20.7 مليون في 2020. ممتاز. وهذا الرقم المنطقي علشان الناس ما تيجيش تفكر، يعني 141 يعني انت قاعد بتحكي عطور وبتحكي عن ميك اب، بتشمل كل شيء. نعم كل شيء. بس انه لما نيجي نحكي عن سكين كير يعني 20 هو هذا الرقم، يعني بنحكي عن بتوقع بحدود ال يعني في رينج ال 50% من اللوكال مانيفاكتشررز، وبحدود ال 50% الثانيات من ضمن ال الامبورتيشن. صحيح. نعم. عدد السكان دكتور 10.8، 1.9 منهم في ميلز بين ال 25 وال 24 بشكل 17.6. حكي انا هاي الارقام نفسها. اوكي تمام. اوكي هلا هون الانت ايج دكتور قاعد بنمو نمو كثير قوي، بين 2020 كان 44 مليون، في 2026 متوقع انه يصير 64 مليون، الكاجر تبعه 6.1. كان هو اعلى يعني اعلى ريفينيو شير من كل الميدل ايجد بوبوليشن اللي لهم دخل بالفيزيكال ابييرنس، يعني كان هذا انهم يطلبوا انتي ايجينج شيء كثير عالي. وفي هاي الدراسة خالفت كثير انه كل ما الناس كبرت بالعمر كل ما انهم صاروا يطلبوا انتيجينج اكثر، هاي الدراسة بتحكي لنا لا انه كل ما الناس كبرت في العمر مثلا صار 55 فاكثر كل ما كان انه اهتمامها في الانتيجينج اقل، فاحنا لما نعمل تارجت من بننزل عن ال 55. مظبوط. هون كمان لها علاقة بالإفيكاسي ولها علاقة كمان بالثقة ولها يعني بصير الاهتمامات. بالضبط. ودكتور في اللي هم انه يعني ناس تهتم بالكريمات لانه على في الاشياء المقابله لها زي الميزوثيرابي والبوتوكس وهذول الامور، اول شيء السعر تبعهم كثير عالي والسايد افكت تبعتهم كمان كثير خطيره وسيريس يعني. وهي شوف بالاخر يعني الناس كمان المستهلك بيدور على الإشي العمل اللي بيقدر يعمله بالبيت، يعني أنت لما تيجي تحكي عن تكنيكس بحاجة لعيادات ولا هاي بالآخر في إلها طبقة أو في إلها سيجمنت ممكن تحتاجها، بس ما بتلغي الطبقة الأهم اللي هي إنه واحد بده منتج ويستخدمه ببيته يعني إنديلي بيس. نعم صحيح. تمام. ليش البريح عندك؟ طيب أوكي. هلا احنا هون قسمنا اللاين تبعنا الاثنين، اشي اسمه انهانسينج برودكتس واشي بروبلم سولفينج. الانهانسينج زي الوايتنينج والانتي ايجينج، والبروبلم سولفينج الاكني تريتمنت والاكني سكارز. قسمناهم ده هيك دكتور بناء على طريقه الماركتنج اللي راح نستخدمها معهم، هذول راح نستخدم معهم الاي كوميرس وهذول نستخدم معهم الدكاتره. هاي نفس الدراسه اللي حكيت لك عنها انه اعمار الناس بعد ال 55 صارت انهم اقل اهتماما. هون دكتور درسنا الانترست والهابتس تبعات الكاستمرز، فلقينا انه اكثر ناس عندهم بيهتموا في هاي الشغلات ويشتري اونلاين الناس اللي عندها اهتمام في اللايف ايفنتس، اللي بتحضر لايف ايفنتس على الفيسبوك او انستغرام او هذول الامور. نعم.
هون دكتور عملوا دراسة عن أكثر affinity بين الكاستمر وبين السوشيال نتورك. طبعاً هذه الدراسة شوي قديمة ما لقيت أحدث منها لأن إنستغرام مش موجود فيها، بس كانت زمان كانت البنترست رقم واحد، وهسه بتخيل إنه صارت الإنستغرام رقم واحد بعدين الفيسبوك. والله يا سيدي يمكن تلاقي التيك توك هلا رقم واحد. ممكن التيك توك كمان، صحيح التيك توك شيء كثير قوي صحيح، بس كان انه الاودينس سايز للفيسبوك اكبر شيء، مع ذلك الافينيتي سكور تبعته كثير قليل، الناس ما بتثق تشتري عن طريق الفيسبوك. على كل حال يعني هاي السلايد مهمه علشان ننبه يعني ننتبه لشغله انه وحكيناها هاي بالانترناشوناليزيشن وبالماركت بينتريشن للاسواق الخارجيه. يعني هلا احنا لما نشتغل على الدول نشتغل على بالسوشيال ميديا بنشتغل على الدول اعتمادا على الكستمايزد اناليسز. يعني يعني بس مثال بسيط، السعودية مثلا التويتر عندهم بسبوك الفيسبوك، 100% صحيح. الانستغرام بالاردن وبالعراق يعتبر رقم واحد وبسبوك الفيسبوك. هلا مثلا موضة التيك توك قاعدة بتشتاح بكل الدول، يعني انت قاعدة بتحكي، ولأنه يمكن لأسباب كثيرة من ضمنها انه هلا الفيسبوك اللي بعرف بالفيسبوك بانه الأورجانيك بطل فيه له ريتش، يعني صحيح. بدون بيد. بس انت لما تيجي تحكي التيك توك الأورجانيك طالما انت صورته لايف مش انت حملت فيديو، يعني بعمل لك سمارت، بس بعمل لك سمارت ريتش. فيعني هذولا يعني انا مع صالح بانه السلايد هاي ما في داعي لها، يعني لانها ممكن تعمل لك مسليدنج اذا بيوم بدك تيجي او بدك تيجي تحطها بالبيتش، يعني حطها ضمن شانلز اكثر مما انك تعملها ضمن اناليسس بشكل عام بدون ما انه تيجي تعمل، لانه صارت يعني من دولة لدولة تختلف. ويعني هلا انت قاعدة بتحكي التيك توك يمكن كمان كم من شهر التيك توك يبلش يحول زي الفيسبوك، فبالتالي كمان يفقد الاجتياح تبعه لما يصير الاورجانيك تبعه ضعيف، اكيد مش راح. بالضبط بالضبط دكتور. بعدين هذا السلايد بعلمنا انه يعني حتى لو كان الريتش كثير عالي ممكن انه الناس ما تشتري منه بالمره وما يكون في افينيتي بالمره، يعني فحسب الدوله زي ما انت حكيت. يس يس تمام اوكي. لو انا شفنا شو الشوبينج والفاشن أوكي. كان اكثر شيء انك الفراجننس واللبستيك والانتي ايجينج هذول اعلى شيء كان. نعم اوكي. لو ان دكتور شفنا شو انه صار في كاستمرز قاعدين بيبحثوا عن البراندات اللي طبعا مش عندنا في الوطن العربي لسه، احنا ما وصلنا لهذه المرحله انه يعني في الكاستمرز برا بيدوروا على البراندات اللي عندها يعني زي ما شو بسموها هاي مبادئ دكتور، ما برينسيبلز، انه تحافظ على البيئه، الانيمال رايتس هاي خاصه في اوروبا، الريسايكلينج والايكو فريندلي وهي الامور كلياتها. فانه في عندهم افينيتي يشتروا من هاي اكثر من البراندات الثانيه، وهاي بدول كثيره صارت يعني من ضمن المعايير اللي ممكن صحيح يعني تعمل اورينتيشن للكاستمرز خاصة في أوروبا دكتور، الانيمال رايتس تيستينج والايكو فريندلي او الريسايكبل هاي كثير مهمة بالنسبة لنا. عملنا شوية تخصيص للتارجت اودينس تبعنا، الفيميل تبعنا تقريبا 88% نسبتهم، الايدج تبعهم بين ال 15 عفوا غلط 15 ل 55. اللوكيشن احنا بنشتغل في المين متروبوليس العواصم الكبيرة غالبا راح نشتغل. السوشيال ميديا يعني الاهتمامات تاعتهم على السوشيال ميديا اللي هي الليتريتشر والماجازين وفيسبوك او انستغرام، يعني حسب الدوله اللي احنا بنشتغل فيها. السيرش انترست تبعهم بيوتي فاشن فراجمنتس انتي ايجينج نيوتريشن. الاكتيفيتيز زي ما حكيت لك اللايف ايفنت كانت اكثر شيء. هلا هون دكتور انه احنا كيف راح نستخدم الشانلز اللي بدنا نعمل فيهم ماركتينج، قسمناهم لثلاث اقسام، في عندنا الوركينج فيميلز، وفي عندنا البيوتي سنترز، وفي عندنا الهاوس وايفز. قسمناهم بناء على مكان وجودهم. مثلا الوركينج فيميل بتلاقي انه وجودهم على الايميل واللينكدين والجوجل اكثر شيء، فممكن نستخدم هذول مثلا.
في البيوتي سنترز بيستخدموا مثلا انستغرام وزي ما انت حكيت التيك توك اكثر مثلا من التلفزيون او المساله او المسجات او هاي الامور كلياتها. الهاوس وايفز موجودين في البيوت غالبا بيستخدموا الفيسبوك يعني قليل الانستغرام بس لساتهم على الفيسبوك. وانا دكتور عملنا الفنل اناليسز للديجيتال ماركتنج تبعنا انه مثلا احنا نعمل اعلان بوصل 100,000 لكن بنعمل له ناروينج تقريبا اللي بيشوفوا 10,000 اللي بيكبسوا عليه او بيطلعوا مباشره 5,000 فبضل منهم 5,000 1,000 اللي بنعتبرهم ليد يعني 5 منهم بتحولوا لبروسبكت تمام 100 اللي فعليا بيشتروا بعدين 40 منهم اللي برجع بعيد الشراء واخر تقريبا 33 بيصيروا ادفوكيتس اللي هم عندهم لويالتي. نعم فب 33 من اصل 100,000 اللي بتحولوا. نعم صحيح. هون دكتور قسمناها بناء على الشانل تبعها حسب فيسبوك انستغرام لينكد ان وجوجل سيرش كل واحده وكيف الريج تبعها كيف التارجت بير مانث تقريبا وقديش راح تكلفنا كوست بناء على الادز اللي موجوده على الويب سايت. هون تقريبا نفس الشيء دكتور انه احنا اذا في سبيشال يعني مثلا اعياد ماذرز دي هيك شغلات بنعمل كامبين في هاي الامور قديش الريتش قديش الكوست قديش هاي الامور كلها. واخر شيء بنحكي عن الاكني. هنا في قراءات كثير حلوة عن الأكني دكتور إنه مثلاً كان أعلى منتج بباع في الأردن في الأكني اللي هو الأدابلين كانت ببيع منه تقريباً 114,000 علبة و 754 هل قد الفاليو تبعيتهم وهل قد البرايس تبعه. احنا قسمنا بناء على هاي المنتجات وشو المواد الفعاله فمن هذا السلايد بنكتشف دكتور انه اغلب المنتجات اللي بتعالج الاكني تتجه تقريبا شيء نحو الدواء او الشيء المصنع قليل لما تلاقي ناتشرال او اورجانيك انجريدينت تكون في هذا المجال وناجحه او انه الناس تتجه عليها. شوف يمكن انا حكيتها سابقا هلا اذا بدك تيجي تحكي على الاكني وتحط سلايد زي هيك يعني أي شخص بيكون عنده experience بموضوع الأكني بيقدر إنه يحشرك. كيف؟ لأنه يعني بالآخر في عندك protocols لعلاج الأكني واعتماداً على ال اللي نعتبر severity من mild to moderate to severe وبالآخر يعني أنت في عندك منتجات يعني أنت في عندك multi options لعلاج الأكني يعني أنت الكليندامايسين أو الأنتيبيوتكس بشكل عام لما يكون في بي أكني لا يمكن استبدالها بأي منتج ناتشر. أنا تمام إحنا ما بنحكي أنا لما يكون أنت في عندك مشكلة بالكوميدونز وهي مرتبطة مرات بتكون بالمودريت تو سيفير وحلولها يعني سبيسيفيك كأنتي إنفلاماتوري وبنحكي عن الفيتامين اي ديريفاتيفز يعني هاي ما بتنحلش بناتشرال كويس فهي عبارة عن بس في رايزنج ريسيرش في رايزنج ريسيرش تجاه هذا الموضوع احنا كنا نقرا عنه خاصة هو دكتور والهوند تريتمنت بالذات او السكارز في رايزنج كثير تجاه الاشياء التوبيكال لما يدخلوا معها النانو تكنولوجي يعني في ابحاث منشوره في مفهوم بس مفهوم. لسه ما وصلت انه يمكن مفهوم بس انت بالاخر تضطر تعالج الاكني ازن اي بي سي كويس فهمت عليك يعني في بروتوكول متبع مريض الاكني لما يروح على الدكتور باخذ يعني بالاضافه للمضاد الحيوي وبتلاقي باخذ الفيتامين اي ديريفاتيفز يعني ممكن ياخذ كلينزر وياخذ منتج ثاني بينعطى كوزر فيعني يعني انت في عندك تفصيلات هاي بس يعني هاي ممكن نعتبرها انديكيتر للكيسز اوف اكني اللي موجوده بالاردن خذها اكثر مما انه انت تيجي تاخذها بتفصيلات كومبيتيتور لانه هذول مش كومبيتيتورز لك مش كومبيتيتورز يعني هم يعتبروا انديكيترز لحجم السوق which is good يعني مهم السلايد هذا بانه يعطيك انديكيشن على حجم السوق للاكني تمام على السوق تمام ذكرني انت في منتج لكل الاكني في منتج للاكني نعم طيب
يعني انا بدي يعني ان شاء الله يعني بدي اعطيك دراسة هاي اشتغلناها بال2014 ب بويسكانسن. يعني اشتغلناها مع جامعة والجامعة يعني باعتبار كانوا انترنشيب من طلاب جامعة المارك بقسم الماركتينج اشتغلوا داتا اناليسز للأكني. يعني يمكن الدراسة 70 صفحة بس انه راح تتسلى وانت تقرا فيها حتى لو انها ارقام شوي قديمة. يا ريت والله يا ريت يا دكتور. قديش بتدفع؟ طيب لا 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 ان شاء الله ذكرت بكره الصبح باذن الله ببعث لك اياه. قلت بجميع احوال اذا ما بعثت لك اي شيء هالصبح بدري بس بعث لي ذكرني. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله. هون دكتور عملنا كاستمر بروفايل عملناه بسيجمنتيشن باي تايب طبعا كانت هون الاكني انفلاماتوري سيستيك اكني البوست سيرجيكال والتري الناتشرال. segmentation by modality oral and topical انه طريقه توصيل الدواء او اعطاء الدواء segment بين الانت يوزرز الكلينكس الديرماتولوجيست والفارماسيست طبعا كان عندنا هنا انه مثلا التوتال 220 ديرماتولوجيست الصيدليات 2700 هنا طريقه العلاج تبعيته في شيء بتبع الديرماتولوجي في شيء بتبع الكوزموتولوجي تمام وهوسبيتال هذول وفي اخش البريجن احنا حكينا عن البداية نعم عمان ويربد الزرقاء وخلال ثلاث سنوات نتوسع في البرايسنج ستراكشر دكتور احنا تقريبا بنيجي بنحكي عن الكوست ستراكشر تبعنا دايركت ماتيريال كوست تقريبا 15% دايركت ليبر كوست 33.1% دايركت اكسبنسز 3.2 والاندايركت 26 والنت بروفيت مارجن 22.5 هنا البرايس اوف ليست الاسم المنتج والبرايس تبعه تقريبا والبوليسز تبعتنا نحن اتخذنا برايسنج اباف ماركت لانه اليونيك فاليو بروبوزيشن اللي بتعطيني النانو تكنولوجي في الوقت الحاضر والشغله الثانيه الانتي ايجينج ماركت قاعد بيزيد والاسعار بتزيد وفي تقريبا عندنا 5 الى 7 براندات كان اسعارها اغلى من المنتج تبعنا في الاردن. طيب هاي الاسعار يعني انت ممكن تيجي تحطها بس بدك تفكر بالبرايسنج زي ما حكينا احنا بالبرايسنج استراتيجي بفيزز يعني ممكن بالماركت بينتريشن وباللونشنج يعني تعمل او تفكر بموضوع البرايس بطريقه مختلفه بعدين تيجي ترجع للبرايسز الاصليه اللي انت معلمها يعني بدك تفكر فيها بطريقه يعني دكتور تنصحنا نرفع ولا ننزل ولا لا بنصحك تنزل أوكي. او ثبت السعر يعني انت في عندك اكثر من سيناريو ممكن انا اثبت الاسعار هاي بس انه اعمل عليها بالفتره الاولى كامبين ممكن تكون بنص السعر او انه مثلا العلبتين السعر علبه واحد عليها واحد كويس يعني ما انت لما بدك تيجي تحكي انت بتحكي عن الاند يوزر انه عن السي مش عن البوانس انت العميل تبعك مش صيدليه ولا بالاخر حتى لو هذولا عباره عن مراحل للبيع احنا بنحكي عن الكاستمر الفعلي اللي هو مريض الاكني او الست اللي بدها تشتغل بدها تجيب انتي ايجينج كريم وغيره فبدك بس يعني تشتغل على استراتيجي وتوضحها حتى بالبيتشينج لا يعني لا تبين بانه انت قادر بانه تو بينتريت تف ماركت زي السوق الأردني وفي كوربشن شوية بقطاع الديرما بالذات إنه أنت بدك مفكر تشتغل مع دكاترة الديرما. أوكي تمام هيك. شو رأيك دكتور؟ هيك يعني بدنا نعتبر يعني خلينا نعتبره الموديل المثالي كبزنس بلان. هلا بهمنا انه يعني المعلومات اللي راح تنقلها يا صالح على البيتش انها تكون مع زخم هالمعلومات الكبيره هاي تكون كثير بسيطه بس انها تكون معبره عن الكم الكبير من المعلومات اللي عندك فبدك تظبط هالمعادله بدك تظبطها منيح على اساس انه تزبط معك يعني كبيتش كثير لطيفه بس بنفس الوقت تشعر اللي بيشوفها بانه في وراها زخم معلومات ضخم تمام
ان شاء الله راح اشتغل عليها اليوم ان شاء الله. يعني طيب يعني احنا اخذنا كسامبلز هلا يعني الناس اللي ما بعثوا الدكتور ريما انت بعتي لسه ولا بعتوا؟ لسه اوكي. طيب جميل احوال. هلا من هون لبكره اللي ما بعث يعني خليه يعني بدنا اياه يبعث. بدنا نبلش نشتغل على البيتش تمبلت اللي بعثناه. الاثنين الجاي لما نلتقي المساء بدنا البيتش كله يكون مبعوث علشان الحق انا انه ابعث لكم ملاحظات اللي لما نعمل البيتشنج يوم الاربعاء يعني نعتبر انه يكون بفيرجن مقبوله، نعتبر بانه ما يكونش عندكم محتاجين لجهد كبير لتعديلات لما تعملوا بيتشنج بنص تسعة مع بخلال فترات النتوركينج ديز اللي راح تكون مع مليك. تمام يا جماعة؟ تمام دكتور يعطيك العافية. دكتور أنا بعثته على البريد الإلكتروني. شكرا يعطيك العافية. طيب تمام إذا بنشوف. وبجميع الأحوال زي ما حكينا إنه بشهر تسعة رح نشتغل كثير يعني مع بعض علشان نطور هذول. بس هلا كله هذا اللي شفناه بدنا ينعكس على البيتش. فبنشوفكم على خير إن شاء الله الاثنين الجاي. إن شاء الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.